صباح الفل، ازيك يا ابو، ازيك يا مريم، ازيك يا مروان، عامل ايه يا حبيبي؟ ان شاء الله تبقوا بخير يا اولاد. المفروض النهارده ان شاء الله نخلص الجزئيه بتاعت البيدياتريك، يعني ازيك يا اندر، ازيك يا حبيبي. الحمد لله، نحمد ربنا يا مروان، الحمد لله يا حبيبي. اول موضوع هو تقريبا اتقل حاجه، يعني اللي هو امبرفورت انس، هو تقريبا اتقل حاجه النهارده، يعني بعد كده الكلام كلام فاضي. يعني الامبرفورت انس دي انت عارفين، احنا دايما نقول ان الجت بتاعتنا انبوبه مقفوله كده، اللي هي الالانتويد داكت، وان بيطلع لها من فوق ستوموديوم ومن تحت بروكتوديوم، وبعدين يفتحوا يقوم الجت بتاعتنا تبقى أنبوبة مفتوحة من الماوس للقينة. في الفترة اللي فاتت اتكلمنا عن الاستوموديوم مع الألانتويد داكت عشان نعمل أسوفيجيال أتريزيا. دلوقتي أنا هتكلم على العكس، البروكتوديوم مع الألانتويد داكت، بس هو في الكتاب الأصلي يعني كاتبها بالإنجليزي. يعني بيقول لك it results from abnormal growth of fusion of embryonic anal هيلوكس. هنا الهيلوكس دي اللي هو البروكتوديوم، بس هو لو قال بروكتوديوم ممكن انتوا تعرفوا، فقال لك انها من هنا الهيلوكس. يعني هي كلمه هنا الهيلوكس الحقيقه هي الاحدث، يعني كلمه هنا الهيلوكس دي هي الاحدث، لانها الحقيقه بتعمل الانا الكنال مش الركبه، فهي بتعمل الانا الكنال، عشان كده بيقولوا عليها دلوقتي هنا الهيلوكس. يعني الريكتم is normally developed, the rectum is normally developed, the sphincter is usually intact. With proper surgical treatment, sphincter will في البق ده الانجليزي اللي انا ان شاء الله هعدله ده. ايه؟ بيقول لك المشكله عندنا، يعني لو فوق سليم كده، يا مشكله في الريكتم يا مشكله في الانال كانال. لو المشكله في الانال هيلوكس اللي هو البروكتوديوم او الانال كنال، فالمشكله عاده بتبقى صغيره والسفنكترز موجوده زي الفل، والسفنكترز موجوده حلوه جدا والماسلز كويسه والسكرم كويس والماسلز بتاعت البرينيوم كويسه ومفيش اي نيورو ماسكولار ديفيسيت، والعلاج سهل قوي لدرجه ان احنا يا دوب هنوصل الحته دي ببعض فيبقى كل حاجه زي الفل. شوفوا هو بيقولها ازاي. It results from abnormal growth and diffusion of embryonic anal helix. Anal helix دي احنا قلنا اللي هو كانوا زمان يقولوا عليها البروكتوديوم. The rectum is normally developed. يعني في العيانين دول اللي هم الانال anomalies اللي هو الانوماليز اوف ذا انس، اللي هم مشكله في الانال هيلوك اللي هو مشكله في البروكتوديوم، الريكتم از نورمالي ديفلوبد. في العيانين دول الريكتم از نورمالي ديفلوبد. والسفنكتر از يوجوالي انتكت. والسفنكتر بتاع الانال كنال انتكت، الريكتم نورمال والسفنكتر بتاع الانال كنال انتكت. With proper surgical treatment، لو عملنا surgical treatment كويس السفنكتر will function normal. فهمت يا راجل البق ده؟ يعني احنا هنقسمها لحاجه انال وحاجه ريكتم. Anomaly of anus وانومالي اوف ريكتم. الانومالي بتاع الانس من الانا الهيلوك اللي هو كان زمان يقولوا عليها البروكتوديا. طيب وهو الانا لما بيحصل انومالي كده بيبقى الريكتم نورمال والسفنكترز نورمال والعضلات نورمال والنيرفز نورمال والسكرم نورمال والبرينيوم نورمال. وذ بروبر سيرجيكال تكنيك هناخد نتائج كويسه. الانا البروبلم فيها حاجه؟ لا. الانا البروبلم تمام؟ تو مالكم اطمن عليكم؟ تمام قشطه تمام. نيجي بقى على الانوماليز اوف ذا ريكتم. ده بيجي انت عارفين اول بيبقى في حاجه اسمها كلواكه الكافيتي او المجمع، وبعدين يجي حاجه اسمها يورو ريكتال سيبتم اللي هو ده يورو ريكتال سيبتم، يقسمها الى يورينري وريكتم. فهو بيقول لك لو في مشكله في الريكتم، لو في مشكله في الريكتم هتبقى مشكله في ان السبتم اللي هو في قسم الكلواقه اليوروجينيتال ساينس وريكتم. سيبكم من يوروجينيتال ساينس دلوقتي عشان ما نزودش الكلام بالانجليزي، بيبقى فيه كافيتي كبيره يا اولاد
بعدين الكافيتي ده يطلع في سبتم كده يقسموا الحته قدام وحته ورا. الكافيتي ده هو الكافيتي اللي بيقسم لقدام والورا. السبتم ده ولاد اسمه يورو ريكتال سبتم. ليه اسمه كده؟ عشان بيقسم ليورو وريكتم. فلو السبتم ده حصل فيه مشكله، يعني المفروض يقسم كده، لو حصل فيه مشكله وما قسمش الريكتم هيبقى فيه مشكله، الريكتم هيبقى فيه مشكله. فالكافيتي الكبير ده اسمه كلواكا، المفروض بيقسمه يورو ريكتال سبتم، بيقسموا يورو ريكتال سبتم ليورو وريكتال. لو حصل مشكلة في السبتم ده هيحصل مشكلة في الريكتال. فبيقول لك a result from faulty division of the cloaca into cloaca اللي هو الدورية الكبيرة into يورو جينيتال ساينس اللي هي دي and ريكتم. بإيه؟ باليورو ريكتال سبتم. البق الامبريولوجي ده واضح؟ إن يعني في حاجة اسمها يورو ريكتال سبتم بتقسم الكلواكا الى يورو جينيتال وريكتم. لو في مشكله في القسمه دي هيبقى في مشكله في الريكتم. بوكيمون قشطه. البق التاني اوكي تمام. في الحالات دي لما بيكون في مشكله في الريكتم كده يا اولاد بيبقى في مشكله بقى فعلا، يعني في مشكله في السكرم. ممكن تلاقوا السكرم نوت ويل ديفلوبد والنيرفز نوت ويل ديفلوبد والماسلز بتاعت السفنكتر نوت ويل ديفلوبد، يعني الاعصاب فيها مشكله، المسلز فيها مشكلة في حد، وفي فيستلا. يعني غالبا السبتم لما ما بيقفلش تماما بيبقى في فيستلا بين what we call rectum and what we call urogenital sinus. يعني هيبقى هنا في فيستلا بين اليورينال بلادر بين اليوريثرا وبين الريكتم، لان السبتم ما قسمش تماما، فالسبتم لانه ما قسمش تماما فتوجد فيستلا. فاهمين يا ولاد؟ فالنيورو ماسكولار كومبليكس بيبقى مش مظبوط، والعضلات بتاعت البرينيوم لما تشوف الباتوك بتاعت الولا كده تلاقي كأن حد ضربه على الباتوك، الباتوك مبططه كده، يعني التحتيات متبططه كده حد ضربه عليها. ولما تيجي تعمل له اكس راي ما تلاقيش كوكسكس، تلاقي السكرم نوت ويل ديفلوبد، النيورو ماسكولار كومبلكس كلها مش معموله حلو. حتى لما بنيجي نصلحه بعد كده سيرجيكال يعني النتائج مش حلوه. لما بيتصلح سيرجيكال النتائج مش حلوه. لا يا مروان ده مش رفرف، ده ضربه في تحتيات العربيه، يعني مضروب في تحتياته. يعني الواد ده لما تيجي تبص عليه كده تلاقيه مضروب في تحت في التحتيات، يعني في العفشه بقى، العفشه عمود الكردان يعني في واخد خبطه من تحت يعني. فاهماني؟ احنا نسمع كلام الاستاذ حسن، لان الاستاذ حسن دايما هو اللي بيقول لي الكلام المتين. يعني قال لكم يا اولاد الضربه في الشاسيه والاكسل، خلاص يبقى الاستاذ حسن هو يعني ادق واحد يعني. لكن الصفحه المنيله دي يا اولاد اللي فيها امبريولوجي واضحه، يعني واضح انه عايز يقول ان في انال انوماليز وريكتال انوماليز، وان الانال انوماليز النيورو ماسكولار كومبلكس بتاعها كويس ونتائج الجراحه كويس، لكن الريكتال انوماليز النيورو ماسكولار كومبلكس فيها وحش ونتائج الجراحه وحش. بعدين راح رايح على الحته اللي انتوا حافظينها لو انومالي وهاي انومالي، والكلام ده ولادي اتلغى خالص دلوقتي على فكره. انا ما اعرفش بعد الكلام الكبير اللي قاله ده ليه راح رايح راجع بقى لو انومالي وهاي انومالي. يعني هو قال لكم كلمتين بقين جامدين جدا، يعني ليه بقى راح للو هاي؟ مش عارف الكلام ده اتلغى يعني. المهم بقى ايه اللو انومالي اللي هو الانال، انال انوماليز اللو انوماليز دي اللي هو يقصد بيها الانال انوماليز. بيقول لك لو بصيت لتحتيات الولا هتلاقي التحتيات فابريكا، والبرينيوم بتاعه حلو قوي، والسكرم بتاعه زي الفل، والانس مكانها موجود في ديمبل كده مكان الانس، بس متغطي بممبرين، متغطي بجلد، يعني حاجه نقول عليها covered anus، يعني الانس covered، الانس covered. الحقيقه ان ساعات نلاقي مكان الانس covered بسكين كده، وبعدين السكين ساحب كده لقدام وعامل فيستله قدام، عامل فيستله في البرينيم، فتلاقي الواد ساعات يجيب قطام البرينيم، ساعات تلاقيها مكمله مسحوبه كده حته الجلده اللي covering دي لغايه الميديا ريفي بتاع السكروتا، فتلاقيه بيجيب كقام من عند السكروتم. ساعات تمشي في الميديا الريفي بتاع السكروتم كله
لغايه البينس، فتلاقيه بيجيب كقاه من عند الروتو بينس. يعني جلده، جلده اولاد عامله كده، جلده عامله كده، جلده بتعطور. الجلده دي مغطيه الانس، الجلده دي مغطيه الانس. وبعدين بقى الكقاه بيمشي تحت الجلد، تحت الاكستنشن ده، الكقاه بيمشي تحت الاكستنشن ده، يمشي تحت الاكستنشن ده لقدام 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 لقدام، ويفتح هنا في السكروتم، يفتح عند اللوتو بينس، يفتح في البرينيوم. يعني على قد الترطور، ما هو طويل قد ايه؟ يعني لو كده مثلا هيجيب كقام البرينيوم، لو كده هيجيب كقام السكروتم، لو كده هيجيب كقام الروتو بينس. يعني طول تبع طول الجلده اللي فيها اكستنشن. فاهمين يا ولاد؟ فهو يعني دي حدث. حدث تاني انك تلاقي الانس ضيقه. يعني حدث تاني في العيانين دول ان انت تلاقي الانس مش كفرد، ضيقه ستينوتيك، او ممكن تلاقيها نورمال سايز بس انتيريورلي بليست، يعني سابت مكانها وراحت قدام. بس كل ده كلام فاضي. الانس ضيقه هوسعها، الانس مش في مكانها رايحه لقدام هقطعها وارجعها. يعني لو anterior replaced the anus، لو anterior replaced the anus، لو anterior replaced the anus فما فيهاش مشكلة خالص، أنا هقطعها وارجعها. لو stenosed the anus فأنا هوسعها. لو covered the anus، حلو قوي، هي covered لغاية فين؟ covered لغاية فين؟ لغاية بقى البرينيوم ولا لغاية السكروتم ولا لغاية ايه؟ تعال نشوف الانجليزي اللي هو كاتب بيه الحاجة. لحن هنتكلم على anal anomaly. anal anomaly اللي هي low anomaly. السايت الانس، الانس مالها بقى؟ anterior to its normal position or in its normal position with narrow outlet. يعني stenosed anus او anteriorly placed placed anus. سطر ده واضح؟ جميل. ممكن تبقى covered anus، no opening، no opening cover. The opening in the perineum but the skin covering in anal opening اللي هي اللي انا قلت لكم عليها covered anus. معلش انا هفك الطلاسم دي، في الطبعه الجايه ان شاء الله اكون قسمتها لستينوزد anus وانتيريور بليزد anus وcovered anus، عشان الدنيا برضو تبقى واضحه. يعني لغايه دلوقتي يا اولاد انا قلت ثلاث كلمات، قلت ستينوزد anus وانتيريور بليزد anus وكفر دي انس. فاهمين يا ولاد؟ سمول فيستلا اكستندنج فروم ذا انس انتيريور، اكستنشن بقى هيستمر انتيريور. ممكن في الريفي اوبرينيوم، يعني تفتح هنا في البرينيوم او السكروتم او البينس، او لو في ميل تفتح في الفالفا، تفتح في الفالفا يقولوا عليها فيستيبولار انس. لو في ميل تفتح قدام في الفالفا يقولوا عليها فيستيبولار انس. هي دي حكايه الترطور، هي دي حكايه الترطور بالاكستنشن. يفتح في البرينيوم، يفتح في السكروتم، يفتح في البينس، ولو في ميل يفتح في الفالفا اللي هي الفيستيبولار انس. شوف يا ولاد، الولع عاده هاف ويل ديفلوبد برينيال اند جريتال ماسكوليتشر. يعني ال 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 برينيوم بتاعه التحتيات فابريكا ويل ديفلوبد، والسكرم زي الفل ما فيهوش اي مشاكل، والسكرم زي الفل. وده يتنبأ بان انا لو عملت له عمليه النتائج هتبقى حلوه قوي، وده يخليني اقول ان انا لو عملت له عمليه هتبقى النتائج حلوه قوي. كلام قشطه يا اولاد. هنتكلم على الهاي انومالي، ان الريكتم اندز بلايندلي في 10%. يعني الريكتم كده والواد كده والريكتم انتهى بلايندلي، مفيش فيستلا بينه وبين اليورينري سيستم، وده 10%. But more commonly there is fistula with urethra bladder in male or upper vagina in females. نفهم يعني ايه؟ بص يا ولاد، يعني ساعات الانس تبقى فاتحه قدام، ده اللي هي anterior placed anus. ساعات الريكتم يبقى فاتح بفستلة مع الممبرينس يوريسرا او البلبر يوريسرا، يعني او يبقى فاتح في البروستاتيك يوريسرا، او يبقى فاتح مع اليورينري بلادر.
طبعا واضح ان النتائج هنا هتبقى حلوه قوي، ان انا هقطع الانس وارجعها، النتائج هنا هتبقى جميله قوي، وان انا هقطع الفستلة هنا وارجع الانس مكانها وارجعها، كل ده لان الريكتم خرم البلفيك فلور خلاص، خرم الليفيتور ايناي، ولذلك عامل سفنكتر كومبليكس. يعني الريكتم خرم الليفيتور ايناي فعامل سفنكتر كومبليكس. بصوا هنا بقى يا اولاد، ما خرمش الليفيتور ايناي من اول هنا في البروستاتيك يوريثرا او اليورينري بلادر، ما خرمش الليفيتور ايناي، ولذلك الماسكولار كومبليكس هنا هيبقى وحش. يعني نقدر نقول دول لو انومالي ودول هاي انومالي. هي سلمى جت قبلك يا سنه ولا ايه؟ سلمى جت قبلك بشويه، انت الاول، بس انت بتقولي لها هاي وبتاع كده، وقالت لك صباح الهاي ورحمه الله وبركاته. طيب انتوا فاهمين يا اولاد، لو المشكله تحت الليفيتور ايناي ففي ماسكولار كومبليكس، عشان كده لما تبقى انتيرو بليس دي اينس بس ما فيش مشكله، لما تبقى فاتحه في في الممبرينس يوريثرا او البلبر يوريثرا ما فيش مشكله، انما لو فتحت في البروستاتيك يوريثرا او اليورينري بلادر هتبقى هاي فوق الليفيتور ايناي، ولذلك هيبقى في مشكله في هيبقى في مشكله في الماسكولار كومبليكس. بصوا هنا مثلا، ده الفيستيبيول بتاع الفاجاين، ممكن تفتح في البرينين، ممكن تفتح في الفيستيبيول اوف ذا فاجاين، بس ما فيش مشكله في كل ده لانها تحت الليفيتور ايناي، تحت الليفيتور ايناي، فانا ممكن اقطعها وارجعها. طالما انا تحت الليفيتور ايناي يبقى الماسكولار كومبليكس حلو، فانا هقطعها وارجعها، مش دي يقولوا عليها فيستيبيولار اينس انها فاتحه قدام. لكن احيانا مثلا تفتح كده، ولا دي مش موجوده في الرسم، الليفيتور ايناي كده والفاجينا كده واليوترس، الريكتم يفتح في الابر بارت اوف فاجينا، فده طبعا فوق الليفيتور ايناي، فالماسكولار كومبلكس بيبقى وحش قوي، ساعتها بيبقى الماسلز وحشه والسكرم وحش، نوت ويل ديفلوبد، يعني التحتيات مضروبه، او حاجه اسمها كلواكا الانومالي، ان انت تلاقي الريكتم والفاجينا واليورينري بلادر كلها فتحه واحده. بيعرفوها ازاي؟ البيتا ولاد بتبقى من تحت ما فيهاش الا خرم صغير بس، البت من تحت مقفوله خالص، مش سمكره، من تحت مقفوله خالص، ما فيش الا خرم صغير، الخرم الصغير ده بقى فيه كل حاجه، فيه الكاكاو واليورين والفاجينا كله، فاهمين؟ دي حاجه بيقولوا عليها كلواكا الانومالي. نشوف كده الكلام بيقول ايه. الريكتم اندس بلايندلي في 10% من الحالات، يعني بينتهي من غير فيستلا، بلايند باوش في 10% من الحالات، وده قليل، لكن المور كومن ان بيبقى فيه فيستلا، فيستلا مع اليوريثرا، يعني مثلا فيستلا مع الممبرينس يوريثرا او البلبس يوريثرا، ودي هتبقى لو، هتبقى لو انومالي، او مع البروستاتيك يوريثرا ودي هتبقى هاي انومالي، او مع اليورينري بلادر ودي هتبقى هاي انومالي، او مع الابر فاجينا ودي هتبقى هاي انومالي. هاي يعني فول ليفيتور ايناي، هاي يعني فول ليفيتور ايناي. اوفن هاف ديفيشنت بلفيك فلور، يعني العيانين الهاي انومالي دول عاده عندهم ديفيشنت بلفيك فلور وجليوتيال انرفيشن اند ماسكوليتشر، يعني مضروبين في التحتيات، بالبلدي بالانجليزي بالبلدي كده مضروبين في التحتيات، وليهم بور بروجنوزيس افتر سيرجيكال ريبير، يعني بعد السيرجيكال ريبير الكونتيننس بتاعهم مش هيبقى حلو، وفيهم هاي انسيدنس اوف سيكرال انومالي. الموست سيفير هاي انومالي كلواكال انومالي، ودي عاده بتبقى بنت كده مسدوده فيها خرم، خرم صغير كده بينزل منه كل حاجه، كومن شانل بتوين بورلي ديفلوبد بلفيك ستراكشرز. صفحة الطين دي تم قراءتها، بتبقى مقفولة من تحت خالص، ما فيش الا خرم صغير يا اندر، يعني بتبقى مقفولة من تحت خالص ما عدا خرم صغير كده، هو ده في اليورين والستول والجينيتال كل حاجة من خرم صغير كده. هامر، اقروا كده الصفحة ولا تشوفوها اتقرت، متهيألي الصفحة دي معبرة قوي صح؟ يعني الصفحة اللي فيها التقسيمات دي يعني حل الحاجة لحد كبير قوي، يعني شوفوا الانتيرو بليزد انس، يعني اللو انومالي دي ممكن تبقى كفر دي انس، ممكن تبقى انتيريور بليس دي انس، ممكن تبقى فيستيبولار انس اهي فاتحه في الفيستيبيول،
anterior based anus في female او vestibular anus. يعني كل ده احنا بنتكلم على low anomaly تحت الليفيتور اناي، كل ده بنتكلم على low anomaly تحت الليفيتور اناي. اول ما نطلع فوق الليفيتور اناي، يعني مثلا فيستلا مع البروستاتيك يوريثرا، او فيستلا مع اليورينري بلادر، او كلواكال انومالي، او فيستلا مع الفاجينا الابر بارت اوف فاجينا، فاحنا بنتكلم في هاي انومالي. هاي انومالي دي يعني سكرم مش كويس، وماسكوليتشر بتاع البرينيوم مش كويسه، وبروجنوزيس في الجراحه مش كويس. فاهمين على ده ولا مش فاهمين؟ تمام. طبعا انتوا عارفين فاكتور اللي احنا خدناها في الاسوفيجيال اتريزيا، هي الفاكتور اللي في الاسوفيجيال اتريزيا هي الفاكتور اللي في الانوريكتال انومالي، ان العيال بيبقى عندها فاكتور. فدي سهله، دي خدناها قبل كده. نيجي بقى لايه؟ للانفرتوجرام اللي انتوا حافظينه. ادوه القولات في الاطفال، ادوكوا الانفرتوجرام دي في الاطفال، ادوكوا الانفرتوجرام ده في الاطفال. قالكم بيصوروا العيال وهم نايمين بالمقلوب، ويحطوا كوين في المكان اللي المفروض يبقى فيه الانس، ويقيسوا المسافه بين الجاز بابل بتاع الريكتم وبين الكوين. لو اكتر من 1 انش يبقى هاي انومالي، لو اقل من 1 انش يبقى لو انومالي. اصل الحته اللي فيها غازات دي اخر حته مفتوحه في الجت، يعني الحته اللي فيها غازات دي يا اولاد دي اخر حته مفتوحه في الجت، فده المكان المفروض يبقى فيه الانس. كل ده مقفول، كل ده مقفول. لو اكتر من 1 انش يبقى هاي انومالي، اقل من 1 انش يبقى لو انومالي. دي شعر الانفرتوجرام دي مشهوره يا ولاد، الوف راوند الجراحه. حلوه يا مروان، انت عارف الانفرتوجرام ده دلوقتي بيشتموا فيه جامد قوي، يعني يقول لك بقى والعيال الصغيرين اللي عندهم امبرفورت انس ممكن نعمل لهم انفرتوجرام وناخد المسافه اللي ما بين الكوين والجاز بابل، لو اقل من 1 انش يبقى لو انومالي، لو اكتر من 1 انش يبقى هاي انومالي. وبعدين بقى هاتك يا شتيم، فاهمين يا ولاد؟ البيبي بيبقى انفيرتد ويتصور في لاترال فيو. It is an inaccurate method in establishing it is low anomaly ولا high anomaly. ليه؟ لأن الهواء ممكن ما ياخدش راحته ويعدي في وسط الميكونيوم عشان يملى البوش. يعني ممكن الهواء اللي الواد بلعه ما يعديش في وسط الميكونيوم. سأفعل اسم الجراحة لأنه شارك في العمليات التعليمية. ما هو يالا ما حدش بيعمله، هو ما شاركش في العمليات التعليميه، هو جاب لهم الانفرتوجرام اللي نوت دان ناو. جاب لهم، انت عارف يا دي اندر انا بشرحه ليه؟ عشان موجود عندكم في سيدهيه الاسم، يعني الانفرتوجرام ده موجود في سيدهيه الاسم بتاعكم، فاهمني؟ عشان خاطر كده انا عمال اشرحه، لان هو بطلوه خالص، وكتاب القصر العيني اللي كاتب كمان مش انا، يعني كتاب القصر العيني هو اللي كاتب. فمن هو كاتب كده اصلا، كاتب ان هم بطلوه وانه انأكرت وانه وحش، بس هو حاططها في سدهية القصر العيني. ما تخافش يا خلصت يا اصلا عنده، ما تقلقش يا حبيبي، هي سدهية القصر العيني بتخلص اوتوماتيك في وسط الشغل، فمالكش دعوه. يعني انت فجاه هتلاقي كتاب الجرات وكتاب الاكس رايز وكتاب مش عارف ايه كله خلص. فهو بيقول لك ان السواليد اير بيبقى مش عارف ياخد سكته في وسط الميكونيوم وينزل، يديسبليس الميكونيوم، وان الاسترايتد ماسل كومبلكس مي بي كونتراكت، يقصد الاكسترنال سفنكتر. استرايتد ماسل كومبلكس ده اللي هي الاكسترنال سفنكتر، اللي هو السبكيوتينس بارت والسوبرفيشال بارت والديب بارت. فبيقول لك ممكن الاكسترنال سفنكتر ده تكون كونتراكتنج، فتزق الهواء لفوق فتديك مسافه كبيره، فتديك مسافه اكبر من الحقيقيه، فإت لوكس الجاز بتاع الريكتم ان ذيس هاي ان ذا بلفس. يعني الواد وانت قلبه كده الواد بيعيط يوم الاكسترنال سفنكتر ينقبض، فلما الاكسترنال سفنكتر ينقبض يزق الهواء لتحت، يزق الهواء لتحت كده، فلما يزق الهواء لتحت المسافه دي ما تبقاش حقيقيه، المسافه دي ما تبقاش حقيقيه، لان الواد هو بيعيط الاكسترنال سفنكتر بتاعه انقبض فقفل على الهواء، فلما قفل على الهواء زقه لفوق، زقوا لفوق او ما انا خدت امبريشن ان الهواء بعيد عن الكوين. تشايلد ابيوز، ادي تاني كلمه. بيقول لك كمان لما العيال بتعيط البيوبوركتاليس ماسل مي ديسند بلو ذا اسكيوم. يعني البيوبوركتاليس لما تنقبض، لما البيوبوركتاليس تنقبض كده ممكن تزق الهواء لتحت، فلما البيوبوركتاليس تنقبض تزق الهواء لتحت
يقوم ده يديني امبريشن ان المسافه قليله، مع انها مش بالقله دي، يعني بالبلدي. مسك الانفرتوجرام قعد يقول له يا ابره مصديه، يا عكوم مرميه، يا حبل الغسيل، يا عصايه الغاليه، يا صد يا رد، يا مصطبه هد، يا بيت مخروب ما يخشش حد. وراح ايه هريق في سيدي هيت الاسم وفي الامتحانات وفي كل حاجه انفرتوجرام، ولا وفي كل حاجه انفرتوجرام، فاهمين؟ فاحنا بنصور العيال وهم مقلوبين. لو المسافه بين الجاز بابل والكوين اقل من 1 انش يبقى ده لو انومالي، اكتر من 1 انش يبقى هاي انومالي. بس هي طريقه مش مظبوطه، طريقه مش مظبوطه، لان ممكن الهواء ما يوصلش للبلايند باوش، الهواء ما يوصلش للبلايند باوش، والواد واحنا قلبينه كده وبيعيط يوم الاكسترنال سفنكتر ينقبض، يوم زاق الهواء لتحت، او البيوبراكتاليس تنقبض فتزق الهواء لفوق. يعني لو الواد ما عيطش هتبقى مظبوطه، لو الواد ما عيطش هتبقى مظبوطه. بيعملوا الواد لاترال فيو دلوقتي، ما بطلوا الانفرتوجرام ده، فعلا بيعملوا الواد لاترال فيو، هبقى اقراه لكم بعد شويه. بيعملوا الواد لاترال فيو، مش مهم. يعني فهمتوا ان احنا بنعرف الامبرفورت اينس بانفستيجيشن اسمه انفرتوجرام، وفهمتوا بنشتمه ليه؟ يعني اهم حاجه نعرف ان احنا بنعرف ان الولد عنده امبرفورت اينس بانفرتوجرام، وبعدين نشتم الانفرتوجرام جامد. كل الشتيمه والاباحه اللي عندك قولها. حلو قوي. طب بعد ما قلنا الانفرتوجرام وشتمناه هنعمل ايه دلوقتي؟ طب الانفرتوجرام غضب ومشي، احنا هنتصرف ازاي دلوقتي؟ ام ار اي سي تي وام ار اي از ذا بيست، تشوف السكرم وتشوف السباينا بيفيدا. عمال يكلمكم اقول لكم على بصوا ايدنتيفاي ذا سباينال كورد انومالي ساتش از تيزرد فايلم تيرمينال. فانت هتقول يبدو ان هذا الكلام كلام كبير قوي. الكلام مش كبير ولا حاجه لا. انت عارفين السباينال كورد كده حواليه ميمبرين، اخر حته في الميمبرين دي بيطلع منه كده كودا اكواينا، وهنا السي اس اف، اخر حته دي اسمها فايلم تيرمينال، دي واضحه. وبعدين السباينال كورد ده بيبقى موجود كده، يعني ادي لاميني وادي لاميني، وبعدين الحمى مع بعض بحاجه اسمها سباين، يعني ده الترانسفيرس بروس، ودي لاميني ودي لاميني، ويلحموا مع بعض بسباين، والسباينال كورد بيبقى هنا. فساعات في واد يجي له حاجه اسمها سباينا بيفيدا، يعني اللاميني ما تلحمش، اللاميني ما تلحمش، فالسباينال كورد يبقى كده بقى وايه، والفايلم تيرمينال ده يبقى عريان فيلزق في الجلد لان ما عليهوش لاميني، فالفايلم تيرمينال ده يبقى يلزق في الجلد فيبقى تيزرد. تيزرد دي مش غريبة عليكم، تيزرد دي خدناها في البريست، في باب البريست، الكلمة مش غريبة عليكم. فيبقى الفايلم تيرمينال بتاع السباينال كورد تيزرد، تيزرد ماسك في الجلد، ماسك في الجلد ليه؟ لأن الواد عنده سباينا بيفيدا. فهو بيقول لك يو مايت ايدنتيفاي سباينال كورد انوماليز، عايز يقول سباينا بيفيدا، عايز يقول سباينا بيفيدا، بس ممكن أنت تعرفها. فقال لك سباينال كورد انوماليز، وساب خيالك يتحرك. ساتش از تيزرد فايلم ترمينال، يعني السطر ده اتفك طلاسمه، يعني جمله. بصوا انا الحقيقه انا فوجئت البتاع ده مكتوب وحش قوي، يعني امبرفورت اينس مكتوب وحش قوي، مكتوب زي كتاب القصر العيني بالظبط، فمكتوب وحش قوي. انا ههده كله، يعني الحقيقه كتاب القصر العيني حلو قوي، بس انا فوجئت ان مكتوب الامبرفورت اينس وحش قوي، يعني وحش لدرجه ان اي حد بيقرا كده لا ممكن يتجن في عقله، يعني فاهمين؟ فانا هرجع كتابته، بس انتوا فاهمين فكره السباينا بيفيدا والفايلم ترمينال، والفايلم ترمينال اللي ماسك في الجلد. يعني مش حلو قوي في البديات، بس متهيألي انتوا دلوقتي تعرفوا تقروه، لان السلايدز انا عاملها من الكتاب، السلايدز انا عاملها من كتاب القصر العيني، فانت دلوقتي تقدروا تقروا، مفيش مشكله خالص. يعني اللي بيقرا فيكم الكتاب اللي معمول من القصر العيني طول مفهوم، مفيش اي حاجه صعبه. يعني بيقول لك بقى ان السي تي والام ار اي بيديفاين الاناتومي بتاع الماسلز والبلفيك فلور، ويشوف الاناتومي بتاع السكرم، ويشوف لو كان في سباينال بيفيدا، سباينا بيفيدا، ولو كان في تيزرد فايلم ترمينال. يعني حلو قوي بالبلدي، حلو قوي. يعني الام ار اي، الام ار اي بوسه بوسه، انما الانفرتوجرام يا ابره مصديه، عكم مرميه، يا حبل الغسيل، وعصايه ايه
الغالية، فاهمينها؟ يعني الانفرتوجرام وحش، لكن احلى حاجة الام ار اي، تورينا النيرفز وتورينا الماسلز وتورينا السكرم وتورينا السباينا بيفيدا والتيزر ذا فايلم ترمينال. التريتمنت بتاع اللو انومالي سهل قوي يا ولاد. يعني لو عيان عنده لو انومالي فانا هاخد الرقطه الانس ارجعها يعني مثلا هعمل ابرينيال ابروتش امتى؟ وقت ما الواد يتولد، بعد ما الواد يتولد على طول هعمل برينيال ابروتش. هستخدم ماسل ستيميليتور عشان اعرف الاسفنكتر فين، يعني بنجيب ملقاط مكهرب، ملقاط مكهرب باي بولار كارنت، واقعد امسك كده العضلات تحت، بنام الواد لايسوتومي، بنام العيل زي لايسوتومي كده، وبعدين افتح الجلد وادور على العضلات اللي عامله سفنكتر، ادور على حته لو مسكتها بالملقاط بتعمل كده، كل ما امسكها بالملقاط تقوم عامله كده، هي دي السفنكتر، هي دي السفنكتر، لان كل ما المسها بالملقاط منقبضه، كل ما المسها بالملقاط تنقبض، فانا عرفت ان هي دي السفنكتر خلاص. فانا هقوم مرجع الانس في الحته اللي فيها الاسفنج. الانتيريور بليز ذا انال اوبننج از كومبليتلي موبلايزد اند ترانسفير تو ذا نورمال بوزيشن، يعني اقطعها وارجعها، اسمها عمليه اسمها كات باك. كات باك يعني اقطعها ورجعها، يعني اقطعها ورجعها، كات باك يا ولاد يعني اقطعها ورجعها، فاهمين يا ولاد؟ وبعد ما اقطعها وارجعها ارجعها فين؟ ارجعها مكان المسلز، ارجعها فين؟ ارجعها مكان السفنكتر. وبعدين اقعد اوسعها بقى، اوسعها عشان دي واو دلوقتي فما تعملش هيلنج بستركتش. يعني انا هقطعها وارجعها وبعد كده ابقى اوسعها، اقطعها وارجعها، اقطعها ارجعها اوسعها، اوسعها اقطعها ارجعها اوسعها، ادي ثلاث كلمات، اقطعها ارجعها اوسعها، بس خلاص. اقطعها منين؟ من مكانها اللي هي فيه. ارجعها فين؟ مكان العضلات اللي موجوده. اوسعها بايه؟ بدايليتور. البق ده واضح؟ البق ده واضح يا اولاد؟ طب لو هاي انومالي؟ لو هاي انومالي ممكن ناس بتحب تشتغل باللابروسكوب من البق، وناس تحب تشق الولد بستيريو ساجيتال. يعني ايه ساجيتال يا اولاد؟ عارفين الساجيتال بلين؟ عارفين الساجيتال بلين بتاع السكال؟ الانس فيها كليفت كده يا ولاد في السيجيتال بلين. الباتوك، الباتوك فيها كليفت في السيجيتال بلين، فهم بيقوموا شاقين الكليفت اللي في الباتوك ده يا ولاد ويقعدوا يشتغلوا منه، فيسموها بوستيريور سيجيتال، لان انا شغال في البوستيريور بارت بتاع السيجيتال بلين، لان شغال في البوستيريور بارت بتاع السيجيتال بلين، فيسموها بوستيريور سيجيتال. عشان كده في حاجة ناس تحب تشتغل من البوستيريو ساجيتال ابروتش، وفي ناس تحب تشتغل لابروسكوبيك ابروتش. اول حاجة متخيلين ان العيل في اللايسوتومي وهم شقوه في الباتوك، شقوه في النيتال كليفت، شقوه في النيتال كليفت، فسموها بوستيريو ساجيتال لان هم شقينه في النيتال كليفت، يعني الحتة دي النيتال كليفت. فهمت انا شغال ازاي؟ فهمتوا يعني ايه بوستيريو ساجيتال دي؟ السؤال الجاي هقعد بقى بالكهرباء اكهرب اكهرب لغاية ما الاقي حتة تنفع تبقى سفنكتر. وساعات بنعملها احنا، يعني ساعات نقعد كده ندور عضله بتاعه ونحاول نعمل له سفنكتر. عند دول بيبقى البرنوس بتاعهم وحش قوي. واقوم جايب الحته المفتوحه واخيطها هنا. يعني اخر حته مفتوحه في الجي اي تي في الريكتم اشدها واقفل الفستله. يعني اقفل الفستله واشد الحته المفتوحه واحطها واخيطها. وبعدين ابقى اوسعها. تفهموني دلوقتي. ايه انسبشن ايه؟ فين العملية؟ فين الفيديو؟ نسيت احط الفيديو، نسيت احط الفيديو، مش عارف ليه، مين اللهوجة على الصبح عشان كل حاجة بسرعة. طيب انتوا فهمتوا انا هعمل، انا عملت ايه؟ يعني لو كانت مثلا دي البلفس وده المكان اللي فيه الاسفنكتر، ومثلا انا عرفت المكان ده منين؟ من ماسل ستيميليتور، من ماسل ستيميليتور، يعني عرفت الحته دي بتنقبض بالماسل ستيميليتور. وبعدين ايه هي بقى مفتوحه كده قدام مثلا، مفتوحه سي في الفاجينا مثلا، فانا هقطعها من الفاجينا واقفل الفاجينا واخد الحته المفتوحه دي اجيبها هنا
يعني هاخد اخر حته مفتوحه دي اجيبها هنا في وسط الاسفنكتر واقوم قافل الحته دي من الفاجينا. ثاني اولاد المنظر في الاخر عامل كده، مثلا ان الريكتم فاتح في الفاجينا والاسفنكتر هنا اللي موجود موجود هنا، فانا هقطع من هنا واقفل الفيستلا دي واخد الحته المفتوحه دي اجرجرها اجيبها هنا، اعمل لها موبلايزيشن واجيبها هنا. فاهمين بنعمل ايه؟ مفهومه بس احنا هنفهم، فاهمين الفكره يعني؟ يعني هقفل الفيستلا واشد الحته المفتوحه واحطها في وسط الاسفنكتر اللي انا نفسي اللي انا عملته، يعني الاسفنكتر او الحته اللي انا يتهيأ لي ان هي دي الاسفنكتر. تمام؟ الحقيقه ان الموضوع ده بتاع الامبرفورت اينس هو اسبل موضوع النهارده، الموضوع بعد كده كلها اي كلام وسهله يعني. يعني مثلا موضوع الانسسبشن، ان بفتح منين؟ سنة مريم قعدت اقول ان احنا بنايم العينين حاجه زي اللايسوتوم بوزيشن، وبفتح النيتال كليفت والساجيتال بلين، والساجيتال بلين هفتح الساجيتال بلين والنيتال كليفت، وان هم بيسموها بستير الساجيتال عشان خاطر هو زي الساجيتال بلين كده، النيتال كليفت نفس البلين ده زي الساجيتال، فعشان كده بيقولوا عليها بستير الساجيتال اوبريشن. يعني مش انا قعدت اقول هذا الكلام ولا انا ما قلتش؟ قلت صح؟ يعني انا الانس كده، الباتوك كده، والجينيتاليا كده، فانا هفتح في الحته دي، والسكرم كده، فانا هفتح في الحته دي في البستير البارت بتاع الساجيتال بلين. وان في ناس بتفتح بستير ساجيتال وتقعد تحفر لغايه ما تجيب الريكتم، وفي ناس تحب تشغل لاباروسكوبك كمان، يعني تحب تشغل بستير ساجيتال ولاباروسكوبك. افتكرت ولا لا يا مريم؟ مريم افتكرت ولا لا؟ لا مش ستيجد، لا هي مش ستيجد، هي كلها وان ستيج، هم سموها بوستيريو ساجيتال لان انا فاتح في البوستيريو ساجيتال بلين فاسمها بوستيريو ساجيتال، لكن ليه ستيج؟ ليه هي نفس الستيج، هفتح واعمل بالنيرف ستيميليتور كده لغايه ما اجيب الحته اللي مفترض يبقى فيها المصل، وبعدين ادور على الريكتم اخر حته في الريكتم فاتحه وعامله فيستلا واقطع الفيستلا واشد الريكتم اجيبه هنا المفتوح ده اجيبه هنا واقفل الفيستلا واقفل حواليه، وبعدين ابقى اوسع الانس. اوكي؟ الانسسبشن كلكم عارفين عنه ان التلسكوب دي انتستن، يعني الانسسبشن ده كلكم تعرفوا عنه الانتستن تلسكوب ضد بعض. واكتر حاجه احنا قلناها السكندري انسسبشن، ان لما يبقى في انتستن كده ويحصل فيها مثلا بوليب او هيماتوما، يقوم الانتستن تفهم البوليب او الهيماتوما دي على انها لقمه فتحاول تزقها، فلما تحاول تزقها as if it's trying to defecate البوليب، as if it's trying to defecate البوليب، يعني كانها بتحاول انها تتبرز البوليب ده، البوليب ده تعبها وهي بتحاول تتبرزه يعني. لا انتوا فاهمين بستير ساجيتال يا اولاد، انتوا فهمتوا هو كاتب عمليتين، الكات باك والبستير ساجيتال، هو كاتب عمليتين كات باك والبستير ساجيتال. تمام؟ فهمتوا يا ولاد السكندري انسسبشن؟ من الامثله اللي خدناها كمان للسكندري انسسبشن لما يكون في ميكل دايفرتيكلا، يبقى في اكتوبيك جاستريك تيشو او بنكرياتيك تيشو، فلما يبقى في اكتوبيك جاستريك تيشو او بنكرياتيك تيشو الانتستين بتخش ببعض وتعمل انسسبشن. مثلا واحد في البوست اوبرتيف في العمليات عمل هيماتوما كده تحت الميكوزا، يوم الجسم يفهم الهيماتوما انها فورم بادي فيبدا الانسسبشن. يعني الانسسبشن ده عباره عن سويلنج، سويلنج في الجدار، سويلنج في الجدار. الانتستين بتفهمه انه حته كاكا فبتحاول تزقه على القعده، سواء بقى من ميكل دايفرتيكلم في اكتوبيك جاستريك تيشو او بنكرياتيك تيشو او هيماتوما في الانتستين. فاهمين يا ولاد؟ ممكن حاجة تاني، في الأطفال الصغيرين ساعات يجي لهم إسهال بأدينو فيروس، يوم يكبر البيرز باتشز، يوم الجسم يفهم البيرز باتشز دي إنها لقمة فحاول يزقها على القعدة تقوم عم بادية الانسسبشن.
وده سبب ان الامهات اللي بتيجي بانسبشن كده عاده تقول لك الواد كان عنده اسهال لمده 3 ايام، وبعدين بدا يبقى اسهال دم اللي هي اللي انتوا حافظينها كلكم ريد كورنت جيلي ستول. ليه بقى؟ لان الانتستين اللي بره دي اسمها انسسيبيان، بتعض على الانتستين اللي جوه اسمها انسسيبتم. فالانسسيبتم دي تحتقن قوي، الفينز تحتقن قوي، وتقوم فرقعه ومنزله دم مع المخاط، الفينز تفرقع وتنزل دم مع المخاط، فالواد يجيب مخاط بدم كده بيقولوا عليه انه ريد كورنت جيلي ستول. كورنت ده اللي هو التوت البري، ريد كورنت جيلي ستول، الكورنت ده اللي هو التوت البري. مش عارف هو التوت البري في نوع اسمه كامبري، ريد كامبري، مش كده رد؟ يعني توت البري في كرامبري، ايوه كرامبري. يعني الكرامبري لونه احمر، يعني الكرامبري ده على قد يعني انا ما بحبش توت اصلا خالص يعني، بس الكرامبري ده اعتقد لونه احمر، لكن التوت البري في منه في منه احمر وفي منه ازرق، فاهمين على قد؟ فانا كان رايي ان هم يقولوا عليه كرامبري جيلي ستول، بس هم قالوا عليه كورنت جيلي ستول. اوكي كرامبري بري اي عفريت ازرق، فاهمين على قد؟ المهم في الاخر هو ده جيلي ستول، فاهمين على قد؟ المهم ان الانتستين اللي بره دي يا اولاد، الانتستين اللي بره دي اسمها انسسيبيان، والانتستين اللي جوه دي اسمها انسسيبتم. انسسيبتم فالانسسيبيان بيعض الانسسيبتم، شوف الولد بيبقى عامل زي المخلب كده، الانسسيبيان يعض الانسسيبتم، يقوم الانسسيبتم يقول له يخرب بيتك سيبني، وبعدين يحتقن 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 ويخر الدم. اي انسان لو عضته بيخر الدم، اي انسان لو عضته بيخر الدم، فحتى الانسسيبتم انت عامله على انه انسان فهيخر الدم، فهينزل مخاط ودم كده اللي بيقولوا عليها ريد كورنت جيلي ستول. ويقول لك الانسسيبشن بيبقى فيه انترنج لير وريتيرنج لير، يعني كده وبعدين يرجع يلف ويرجع، يعني انترنج وبعدين ريتيرنج لير، وان الانتستين اللي جوه اسمها انسسيبتم والانتستين اللي بره اسمها انسسيبيان. طول عمر السيبتم جوه، طول عمر السيبتم جوه، فالانسسيبتم جوه والانسسيبيان بره، انسسيبيان بره والانسسيبتم جوه، فاهمين هذا ولا لا؟ فهو دي قصه الانسسبشن. ساعات ما بنلاقيش سبب خالص، بيقولوا عليه برايمري انسسبشن، يعني ساعات ما بنلاقيش سبب خالص، ولا حتى ادينو فيروس ولا بيرز باتشز ولا بنلاقي اي سويلنج ولا بنلاقي حاجه خالص. ايديوباثيك الايديوباثيك انسسبشن ده ولا بيتم دايما، بيحصل دايما في سن الفطام ما بين 6 شهور وسنتين. في نظريه كانوا يحفظوها لنا ان الانسان ما بين 6 شهور لسنتين، انتوا عارفين بتوع الاطفال يعلموكوا ان العيل ما ياكلش اي حاجه غير لبن امه اول 6 شهور، وان انتوا ان شاء الله لما تتجوزوا وتخلفوا اولاد هتلاقي ماما بتقول لك انت اتجننتي، الواد كبر بقى 5 شهور لازم نديله حاجه عشان يتخن يتقلوز. هو اولاد لما بتديله الزبادي او بتديله اللبن بتاع البقره حرام عليك، لان ده مش عجل، ده طفل، ده مش عجل، فكل عجل بيرضع من البقره بتاعته، من السبيشيز بتاعته، فاهمين يا ولاد؟ فهو السبيشيز بتاعته هي امه، السبيشيز بتاعته هي امه، فاهمين يا ولاد؟ فالعيال تقعد ترضع لبن امه، لبن امه 6 شهور، بعد 6 شهور بقى بنبدا نديله حاجات من بره، فمثلا ممكن تبداوا تدوله زبادي، تبداوا تدوله رز، تبداوا تدوله بطاطس. على سنتين كده يبدا ياكل سمك وشوكولاته، سنتين يبقى قاعد على السفره بياكل معانا وريش وكوارع. اسم الله عليك يا اندرو النهارده الولا مش موجود، حموده يساعدك، فاهمين يا ولاد؟ فالولا على سنتين يكون قاعد على السفره معانا. فاقول لك ما بين 6 شهور لسنتين هي دي الفتره اللي العيل بيتعرف على الانفايرمنت، دي بطاطس، هي دي بطاطس، ده جزر، ده كوارع، دي ريش، فاهمين ولا لا؟
فهي دي الفترة اللي الطالب العيل بيتعرف على الانفايرمنت. فأقول لك ساعات الحاجات دي لما بتدخلها كبر البيرز باتش يقوم تبدأ الانسبشن. يعني مثلا واد بيرضع لبن بقاله 6 شهور وبعدين أمه قررت تفطمه فاديته فول مدمس، فالبيرز باتشز كبرت عشان تقاوم الفول، فول ومدمس ونازل، فمن عرض فكبرت عشان تقاوم الفول، فراحت بدأت الايه الانسبشن. ففي نظرية بتاعت الويننج دي، عشان كده البرايمري انسبشن يا اولاد ما بين 6 شهور لسنتين، البرايمري انسبشن ما بين 6 شهور وسنتين، البرايمري انسبشن 6 شهور سنتين، البرايمري انسبشن 6 شهور سنتين، البرايمري انسبشن 6 شهور سنتين. فاهمين على ممكن نظريه بقى الدايريه والادينو فايروس، فاهمين؟ المهم ان الانتستين دخلت في بعض وبقى في انسبتم وانسبسيبيان، والانسبسيبيان عض الانسبتم، فالانسا سيبتم بيقول اي والعيل بيقول ايه، والعيل بيقول ايه، والعيل بيقول ايه، يعني انسا سيبتم بيقول اه والعيل بيقول ايه، بيقول اي هو كمان، ما العيل هو يعني بني ادم يعني اي، وبعدين يفك اي وبعدين يفك. ليه ولا بيفك ليه؟ بس زي البريستاليسيس يعني بتعض عليها بتحاول تزقها، بتحاول تزقها على القعده، بس زي البريستاليسيس بتعض وتفك، تعض وتفك. فالواد وقت الوجع بيعيط جامد قوي. انتوا تعرفوا الواد عنده مغص ازاي؟ الاطفال بتوع الاطفال علموكوا ازاي تعرفوا ان الواد عنده مغص؟ ما حدش يجاوب، لان انا بسمع اجابات يشيب لهولها الولدان. حدش يقول لك بيعيط، كل العيال بتعيط، العيال بتاخد فخدها على بطنها ويزر نفسه جامد قوي، جامد جامد، هو فخده على بطنه وبعدين يفك. فلما يفك ما انا عارف يا اندرو ان عنده مغص يا حبيبي، بس هو العيل الصغير ما بيقولش انا عندي مغص. العيل الصغير ده يا اندرو ما بيتكلمش يا اندرو، انت بتشوفه بيعمل ايه فانت بتفهم. العيل بياخد فخده على بطنه ويتلوى جامد قوي 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 وبعدين يفك، وبعد ما يفك يبص لامه كده ويعيط لها، يعني انت فاهمه ولا مش فاهمه يا غبيه؟ فاهمين على ده؟ لا، مغصه بيفك، مغصه وساعات يعيط جعان. فاهمين هذا؟ لا. فالعيل بيبقى عنده مغص. منطقه البيرز باتشز هي منطقه الايديوسيكال جانكشن، فالبرايمري انسبشن دايما اولاد في منطقه الايديوسيكال جانكشن، يعني البرايمري انسبشن ده في منطقه الايديوسيكال ايه جانكشن. ف يعني البرايمري انسبشن نوعه ايه؟ ايديوسيكال. البرايمري انسبشن نوعه ايه؟ ايديوسيكال. فالانتستين السمول انتستين بتاخد السيكم وتقلبه، يعني كده الانتستين دخلت خدت السيكم وخدته وقلبته. شوفوا بعد شويه بطن الواد الرايت ايلياك فوسا هتبقى امتي لان السيكم اتسحب لفوق، فالرايت ايلياك فوسا هتبقى امتي خلاص لان السيكم الايليام خد السيكم وطلع بيه. وبنحس هنا ماس كده زي صباع السجق، يعني الرايت ايليك فوسا امتي وهنا في ماس زي صباع السجق كده. الماس دي الانسبشن، الماس دي الانسبشن. وحتى ما الواد يجي يعيط تنشف صباع السجق ده، بينشف قوي، الكونتراكشن بتاعه ينشف قوي ينشف قوي، وبعدين صباع السجق يطرى والواد يفك، يعني ينشف قوي بعدين صباع السجق يطرى والواد يفك. فاهمين على ده؟ لا. فساعات نلاقي الرايت ايليك فوسا امتي ونحس صباع سجق كده، عشان كده ولما نيجي نشربه باريم، لما نيجي نعمله باريم انما، متاسف، لما نيجي نعمله باريم انما الباريم بيخش كده اولاد، يملى هنا ويملى هنا بس ما يعرفش يخش هنا لان هنا مسدود، الانسبتم مسدود، فيخش يملى هنا كده ويبقى عامل زي المخلب، يقولوا عليها كلو ساين، يقولوا عليها كلو ساين. عشان كده احب يعني الخص الانسبشن: فول، جيلي، سجق، راس، مخالب. فول، جيلي، سجق، راس، مخالب. يعني وقت كل فول فالانتستين قامت على بعض فنزل جيلي، وانا حاسس على بطنه سجق. الرايت ايديك فصه لما بتبقى فاضيه كده وصفها دكتور فرنساوي اسمه دانس، يقولوا عليها ساين دو دانس، راجل اسمه رأس. انا هعمل له ايه؟ هو هناك الناس اسمها كده يعني.
فقالوا عليها ساين دودانس، فول جيلي سجق رأس مخالب. هو ده ملخص الانسبشن، فول جيلي سجق رأس مخالب. فاهمين على؟ طب بيعالجوه ازاي؟ هو عنده مخالب كده، فانا هعمل له هيدروستاتيك باريوم ريدكشن، يعني هحقن باريوم كده يزق يا باريوم يا هواء، يا باريوم ريدكشن يا نيوماتيك ريدكشن. النيوماتيك هو الاحدث، يعني يقوم يزق الانسسبتم، يزق الانسسبتم لبره فيفك، يزق الانسسبتم لبره كده فيفك. امتى؟ عشان خاطر ده مقفول، ما ده قافل عليه، يعني عضه لدرجه انه قفل بقه، يعني ده خلاص ده مقفول خالص، كاليومن معضود من هنا، معضود من هنا. ايه دي يا حسن؟ ليش؟ ازاي ليش؟ يعني هذا الانسسبيان عض هذا الانسسبتم، فهذا الانسسبتم والله مقفول، والله مقفول، وما حاجه تخش فيه خالص بسبب انه معضود. فاهم يا دي حسن ولا مش فاهم؟ فهمت ليش مقفول؟ بعدين يا لا انا مش بقاش فاهمكم قوي. لو لغوا حرف الشين العرب هتقفل. انا عايز اعرف الشين هنا ليه؟ برضه هنا ما بفهمش منهم حاجه خالص يالا، كله بحرف الشين. لو شالوا حرف الشين اللغه عندهم تقف. ليه؟ ليش؟ هو كلها اتش 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 اتش، بوقف الناس ارجوك كلمني انجليزي. دب شين 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 تقف على طول، يعني طقم شيهات ورا بعض لازم تقف، لازم تقف. مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. بعدين العرب زينا اولاد، كلنا عرب زي بعض، ريزيستنت فور اديوكيشن. الواد حسن يا اولاد قعد عندنا 6 سنين مش قادر يقول ليه، بيقول ليش برضه. هو هيك المصريين بقى اللي هم اللي يتكلموا، هم اللي يتكلموا بالجيم. لو لغوا الجيم نقف احنا، لو لقوا شين تقف انت. كايتا بيقولوا على السمك فمش. ايوه هلا، ما هو سمك، هما شالوا الكاف وحطوا الشين. انت مش فاهم، انت مش فاهم يا ده مروان. هما ما بيقولوش عليه سمش، هما بيقولوا عليه سمك، بس هما بيشيلوا الكاف ويحطوا شين. بقول لك يالا انت ايه عايز تفهمهم؟ شيل كل الشينات اللي موجوده في الكلام، هتلاقي الكلام بدأ يوضح شويه. بس متهيألي لما بيكتبوه سمك، واحنا معانا انت لا حسب، لما بتكتبوا سمك سمك اخرها كاف، بتكتبوها سين ميم جي، سمج سمج. حتى في الكتابه باللغه العربيه الفصحى يا هندي، ده سؤالي، باللغه العربيه الفصحى بالنطق، لكن باللغه العربيه الفصحى بتتكتب بالكاف. حسن ده حبيبي اصلا. المهم اولاد انتوا فهمتوا ان احنا بنعمل ايه؟ باريوم هيدروستاتيك باريوم ريدكشن او نيوماتيك ريدكشن، بنشوف حاجه اسمها كلوز ساين. طبعا لما بتقعد كده نضغط شويه اولاد بتفرد الانسبشن، بيفرد، والاقي بقى الكولون كله اتفرد كده ومليان صبغه، والترمينال اريا متفرد ومليان صبغه، فبقول الحمد لله الواد فك، والواد بطل يعيط وكل واتبرز عمل كاكا. طالما الولا كل واتبرز يبقى قشطه، طالما الولا كل واتبرز يبقى قشطه، الواد زي الفل. لو ما كانش بقى هفتح بطنه، يعني لو ما فكش هفتح بطنه. تعالوا بقى ايه نخش جوه الموضوع كده نشوف. يقول لك 95% من انسبشن في الاطفال ايديوباثيك، ممكن يكون ديو تو ادينو فيروس انفكشن، والادينو فيروس ده عمل اسهال، فعمل هايبرتروفي في البيرز باتشز. عشان حصل هايبرتروفي البيرز باتشز، الجسم فهم الهايبرتروفي في البيرز باتشز انها لقمه، فبدا الانسسبشن. الدلاله على كده معظم حالات الانسسبشن في نص الصيف ونص الشتاء. انت عارفين اللي فيه سيزونال فاريشن كده اولاد الفيروس، فهو النظريه اولاد اللي بتقول ان هو فايرال انفكشن دي مركزه قوي على السيزونال فاريشن. انت عارفين يقول لك الموسم ده موسم الحصبه، الموسم ده موسم الحصبه، فاهماني؟ مثلا ميكانيكال فاكتور ده زي ميكل دايفرتيكلام في اكتوبيك جاستريك تيشو، او بوست اوبرتيف وهيماتوما. ده الكلام مش ما يخصنيش دلوقتي.
ابص على ادي الانسسبشن، في انترنج لاير، الانسسبشن في انترنج لاير وريتيرنج لاير، يعني لفت ورجعت لفت ورجعت ريتيرنج لاير. اللي جوه ده اسمه انسسبتم، واللي بره ده اسمه انسسيبيان. فالانسسيبيان عض الانسسبتم قفله، فالانسسيبيان عض الانسسبتم قفله. فاهم يا دي حسن ولا مش فاهم؟ وبعدين العيل هيعيط، هيعيط بقى، يجيله ابدومينال بين، سيفير ابدومينال كوليك، والواد يعيط وياخد ركبه على بطنه. شايفين يا ولاد لما العيل بياخد ركبه على بطنه وبعدين يرجع؟ في الاول بيرجع من البين وبعدين يرجع من الانتستاينال اوبستراكشن. يعني في الاول الترجيع من البين وبعدين الترجيع من الانتستاينال اوبستراكشن، ويجيب ريد كورانت جيلي ستون، ويجيب ريد كورانت جيلي ستون. يعني الاول العين هيرجع من البين وبعدين هيرجع من الانتستاينال اوبستراكشن، ويبقى فيه ريد كورانت جيلي ستون في الانس، ريد كورانت جيلي ستون من الانس. ها الترجيع من البق عشان يبقى الكلام واضح، الترجيع من البق، لكن الريد كورانت جيلي ستون من الانس. الواد يا ولاد شايفين في ماس كده شبه صباع السجق، بيبقى لها كونكافيتي كده ناحيه الامبلايكس شويه وتنقل هنا، الماس تنقل هنا، ما الانسسبشن عمال يمشي، الانسسبشن عمال يمشي. هشوفوا هنا الماس باين يا ولاد. فالواد بيبقى عنده سوسيد شيب ماس يوجوالي بالبابل الونج الديستريبيوشن اوف ذا كولون، يعني بتلف مع القولون كده، تلف مع القولون كده في الديستريبيوشن اوف ذا كولون. موست كومنلي ان ذا رايت ابر كوادرنت، يعني الاول هنا وبعدين غالبا بنحسها في الحته دي في الابر رايت كوادرنت. ساين دودانس امتي رايت ايليك فوسه ديستنشن عاده ابسنت، بس لو لقينا ديستنشن وجاردنج وريجيديتي وريباوند تندرنس يعني ممكن يكون انتستين ماتي. يعني الانسسيبيان عض الانسسبشن لغايه ما الانسسبتم مات، الانسسيبيان عض الانسسبتم لغايه ما الانسسبتم مات. ديجيتال ريكتال اكزامينيشن ريد كورنت جيلي ستول، وممكن يا ولاد الانسسبشن ده يفضل ماشي 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 لغايه از اف وي ار تراينج تو ديفيكيت ات، فيتحسب البي ار. يعني ممكن الهيد بتاع الانسسبشن يتحسب البي ار، بس طبعا عشان تحصل حاجه زي كده لازم يكون في مشكله في الفيكسيشن بتاع الانتستين. يعني الانتستين فيها مار روتيشن برضه، فالانسسبشن فضل يزيد 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 لغايه ما راح الانس، راح الانس. كومبوزيشن اوف ذا ماس انسسيليان وانسسبتم، ذيس از ذا كومبوزيشن اوف ذا ماس انسسيليان وانسسبتم. وانا ما قلتش حاجه من الصبح الا دي، ولا قلت حاجه غير انسسيليان وانسسبتم، بس الموضوع بيزيد 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 لغايه ما هو نازل يعني. لكن الماس دي بصفه عامه من بره انسا السيبيان ومن جوه انسا السيبتر. انت ادم محمود ايه الكومبوزيشن اوف ذا ماس؟ يعني ايه الكومبوزيشن اوف ذا ماس؟ قول ورايا ايه الكومبوزيشن اوف ذا ماس؟ وانسا السيبيان انسا السيبتم وانسا السيبيان، يعني انت متخيل ايه الكومبوزيشن؟ يعني يعني مثلا رز، يعني رز وخضره لو كان سجق مصري، او لحمه مفرومه لو سجق شامي، ايه الكومبوزيشن يعني؟ ما هو الليله دي كلها ما فيهاش غير انسا سيبيان وانسا سيبتم، لكن احنا ما بنعملش سجق في البطن العيان يعني. الله يخرب بيت سنينكم. انت عارف يا محمود انا اول مره سئل هذا السؤال. ماشي ماشي. الانفستيجيشن ممكن نعمل الترا ساوند، ممكن نعمل باريوم انيما دايجنوستيك اند ثيرابيك. بص يا بقى البريم لما دخل، شايفين منظر المخلب الابيض؟ شايفين منظر المخلب الابيض ماسك كوره سودا؟ المخلب الابيض ده الانسسيبيان، الكوره السودا دي الانسسيبتم. شايفين الكلوساي؟ هي دي الماس اللي بنحسها سجق، من بره انسسيبيان ومن جوه انسسيبتم، والانسسيبيان ماسك في الانسسبتم. يعني هنا الانسسبتم، الانسسيبيان ماسك في الانسسبتم. فاهمين الكلوساي؟ طبعا بيعملوا هيدروستاتيك باريوم ريدكشن او نيوماتيك ريدكشن.
الاحدث اولاد النيوماتيك ريدكشن، يعني احنا ممكن نعمل هيدروستاتيك باريوم ريدكشن، بس هو الاحدث النيوماتيك ريدكشن. الباريوم از يوزد في كولم should not be more than 100 سنتي above the patient عشان ما يفرقعش. يعني المسافه دي يا ولاد تبقى متر، ما حدش بقى ياخد الازازه بتاعت الباريوم ويطلع فوق السطح عشان يرجع الانسبشن، انتستين هتفرقع. المسافه دي 1 متر. لو هتعمل هيدروستاتيك باريوم ريدكشن ما تزودش الضغط عن 80. يعني لو هيدروستاتيك باريوم ريدكشن نيوماتيك ريدكشن، لو اير هيبقى بامبد اير، بامبد اير ما تزودش البريشر عن 80 والا كله ممكن يفرقع. يعني احنا بنعمل ريدكشن بنزود البريشر يقوم الانتستين تفك، يقوم الانتستين تفك، بس وانت بتزود البريشر عشان الانتستين تفك من بعض ما بنزودش البريشر اصلا عن 80. ولو باريوم ما تعليش الكوز بتاع الباريوم اكتر من متر والا الانتستين تفرقع. طبعا ما نعملش هيدروستاتيك باريوم ريدكشن لو في جنجرين او برفوريشن، يعني في جاردنج وريجيديتي، يعني بالبلدي ما تعملش الحركه دي لو في جاردنج وريجيديتي. لو فشلت هفتح العيان، هفتح بعملها بعمل ريدكشن بطريقه اسمها سكويز ميثود. شايفينها شايفينها يا اولاد انا بعمل ايه؟ بضغط على الكولون كده احاول اطلع منه الانتستين اللي هو واخده جواه. ما حدش يا اولاد يعملها كده، لو عملتها كده لو عملتها كده هيطلع انتستين في ايد وانتقلوه في ايد وروه في ايد كده يا اولاد كده. سكويز ميثود، سكويز ميثود ممنوع نعملها كده. لو عملناها كده يا اولاد هيطلع لوف في ايد وروه في ايد. زي ما تحلب جاموسه. ماشي يا حسن، هي تدين تشبيه، هي ده اولاد سكويز ميثود. الحقيقه ان بعد كده الكلام ايه اهميته تبدا تبقى يعني قليله شويه. يعني مثلا نيكروتايزنج انتيرو كولايتس. الاول يا اولاد في حاجه مش واضحه في الكلام اللي قلناه؟ في اي حاجه مش واضحه في الكلام اللي قلناه يا اولاد؟ اولاد ما حدش بيقول لي لا ولا طب سلمى قالت حد يرمي بياضه يعني غير سلمى؟ تمام تمام اشتاق تمام كله زي الفل تمام الحمد لله تمام. بس بعد كده بصراحه شويه الكلام فاضي بقى. يعني انا لو قلت لكم مثلا نيكروتايزنج انتيرو كولايتس ده عباره عن ايه؟ اي واحد فيكم خد اطفال هيقول لي ده طفل بريماتيور واكلوه بدري، يعني طفل في الحضانه بريماتيور واكلوه بدري، فزاد نشاط البكتيريا. فلما زاد نشاط البكتيريا والالتهابات كان فيها جاز بروديوسنج اورجانيزم فعملت نيوماتوزيس انتستاينال، عملت نيوماتوزيس انتستاينال، والغازات هتبقى في جدار الانتستين وفي البورتال فين وفي الليفر. وانا اوريكم الاشعاعات دي كلها، الغازات اللي في الانتستين وفي البورتال فين وفي الليفر انا وريتها لكم كلها وانا براجع الانتستين. اكيد شفتوها انا براجع الانتستين لان انا شرحت الكلام ده في الميزنتريك فاسكولار اوكولوجيا حصل. ولذلك هو ده نيوماتوزيس انتستاينال. يعني طب واحنا بنعمل ايه؟ وقف الاكل. يعني لو الاكل هيج البكتيريا وخلاها تهاجم جدار الانتستين وقف الاكل والواد ياخد اكله انترافينوس وانتيبيوتيك. هفتحه امتى؟ لو اتخرم. هفتحه امتى؟ لو اتخرم، لو الواد اتخرم. بذمتكم في حد يا اولاد ما يعرفش الكلام ده؟ ما يعرفش ان النيكروتايزنج انتيرو كولايتس عيل في الحضانه اكلوه بدري وان هم لما اكلوه هاجت البكتيريا اللي في الانتستين وهدمت جدار الميكوزا والسب ميكوزا وعملت غازات فعملت حاجه اسمها نيوماتوزيس انتستاينال لانها جاز بروديوسنج اورجانيزم ودخل النيوماتوزيس انتستاينال دي على البورتال فين وعلى الليفر. طبعا ممكن الامور تزيد عن كده، يعني ممكن الامور تزيد عن كده وتبدا تاخد المصل الالتهابات تاخد المصل والسيروزا. بس خلي بالكم مش هتعرفوا تشوفوا جاردنج وريجيديتي قوي لان دي عيال صغيره برضو يعني عضلاتها ضعيفه، فمش هتعرفوا تشوفوا الحاجه اللي احنا متعودين عليها جاردنج وريجيديتي. ولكن احنا ما بنخرمش الولد الا لو ما بنفتحش الواد الا لو اتخرم. يعني هو يتخرم انا اخرمه، هو يتخرم انا اخرمه، فاهمين يا ولاد؟ بنعرفها بـ air under diaphragm او اسحب من الفلويد اللي في البطن. ف
فلاقي بايظ، يعني اسحب من الفلويد اللي في البطن الاقي انتستاينال جوس او اير اندر دافراي. كلام واضح ولا؟ هيقعد يقول لك بقى ان كرتايزنج كوليتس ده نيكروزس والسريشن في الميكوزا، وبعدين مي بروجريس تو فول سيكنس، يعني بيبدا في الميكوزا وبعدين مع البروجريشن ممكن ياخد فول سيكنس. هو جاز بروديوسنج اورجانيزم، فهتعمل نيوماتوزيس انتستاينال. كلينيكال بيكتشر زي الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، ابدومينال ديستنشن وبلادي ستول وفوميتنج، زي الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن كده ولا ابدومينال ديستنشن وبلادي ستول وفوميتنج. عن جنرالي شوكت وعنده توكسينيا من انفكشن، في ابدومينال ديستنشن وجاردنج وريجيديتي وريباوند تندرنس، بس ما بنعرفش نجيبهم قوي عشان عيال صغيرين بريماتيور صغيرين، فالابدومينال ماسل ضعيفه. يعني لو الباول مات بنلاقي انتير ابدومينال وول ايديما وكريبتاس. دايما يا اولاد لما الباص يجي تحت الجلد، لما الباص يجي تحت الجلد الجلد يورم، فلو البطن بقت مليانه باص وبلاد الجلد بتاع البطن بيورم، زي بالظبط لما يبقى مثلا حد عنده خراج هنا يقوم الجلد اللي فوق الخراج يورم. فدي قاعده، واحد عنده خراج هنا الجلد اللي فوق يورم، فلو الولا بطنه بقت مليانه باص ونكروتك وكده بيبدا الجلد يورم ويعمل ايريثما، جلد البطن يورم ويعمل ايريثما. ده يعني حاجه حاله تيرمينال. الصفحه دي فيها اي كلام مش واضح؟ بيعملوا له اكس راي كروس تيبل لاترال فيو، ده اللي بداوا يعملوه اولاد بدل الانفرتوجرام، بيعملوه الامبرفورت انس، بس هو ما كتبهاش في الامبرفورت انس، هو كتبها في النيكروتايزنج انتيروكولايتس. هو ده السوباين كروس تيبل لاترال فيو ابدومين، سوباين كروس تيبل لاترال فيو ابدومين، فاهمين على قد سوباين؟ لان الوقت سوباين كروس تيبل عشان احنا هنصوره كده يعني من ناحيه لناحيه على الترابيزه، لاترال فيو لان الواد لاترال فيو، بيقعدوه كده صباين مقرفص ويصوروه ويحطوا له فيلم الاشعه كده، وبعدين ابوه يمسكه، وبعدين التكنيشن بتاع الاشعه يسيب الواد وابوه وبعدين يروح يصوروه. ايرلي باول ديستنشن، ليتر اون هنشوف نيوماتوزيس انتستاينال، ونشوف الهواء بقى في البورتال فين، ونشوف الهواء في الليفر. طبعا ممكن تلاقي لوب مكانه فيكسد ما بيتغيرش لانه ملتهب ولازق في اللي حواليه، فممكن تلاقي لوب مكانه ثابت. هو دي الكلمه اللي بيقولها ساعات عشان ما حدش يتضايق منها، لو مش حد شافها يشطبها يعني. ماشي، لوب ذات از فيكسد ان بوزيشن ديو تو انفلاماتوري ادهيجن، فتلاقوا لوب فيكسد ان بوزيشن، عشان يعني بس لو حد لقى لوب فيكسد ان بوزيشن ده ما قالتش يا لهوي الدرس ده صعب قوي هلغيه. ليه؟ ليه؟ لوب ملتهب ولزق في الحته اللي هو فيها. باراسنتيسيس بقى لو اتخرم، يعني لو اتخرم هيعمل نيومو بروتونيوم، ممكن يعمل فلويد نعمل اسبيريشن منه جايدد باي الترا ساوند. باراسنتيسيس، باراسنتيسيس يعني ادخل ابره واشفط، باراسنتيسيس يا ولاد يعني ادخل ابره واشفط. الحقيقه ان المين لاين اوف تريتمنت ميديكال ريسسيتيشن، ريسسيتيشن وانتيبيوتيك وستوب فيدنج، ستوب فيدنج وانتيبيوتيك وريسسيتيشن. مش هفتحه الا لو اتخرم، لو نيكروزيس او اتخرم. حتى لما بيفتحوه يشيلوا حته اولاد ما بيخلطوش، بيعملوا ستوما سمول انتستين لارج انتستين، يشيلوا الحته البايظه ويعملوا ستوما، لان الحته انفليمد قوي فنخاف نخيطها لا تفك. فلما بنشيل حته سمول انتستين لارج انتستين عفريت ازرق بنقلبها ستوما على البطن. طبعا انتوا فاهمين يعني، يعني مش هقطع لو سمول انتستين، مش هقطع وخيط زي انا متعود، هقطع واجيبهم ستوما على بره. ويمكن انتوا عارفين برضو ان في الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن لو انا شاكك في الفاسكولاريتي ما تخيطش، جيبها ستوما، حطها ستوما على البطن عشان تبقى قدام عيني، فاهمين يا اولاد؟ موضوع البيلياري اتريزيا، تفتكروا انا هناقش ايه دلوقتي؟ لما ناقش البيلياري اتريزيا ده يبقى انا دلوقتي هناقش ايه؟ جوندس، اوبستراكتيف جوندس. فيبقى الستول يعني هيبقى الواد زيتونه خضراء بيهرش وبينزل عسل وطحينه، واليورين لونه عسل
عشان الدايركت بيلوروبين، واليورين لونه عسل عشان الدايركت بيلوروبين، والستول لونه طحينة، لونه طحينة عشان مفهوش بيلوروبين. زيتونة خضرة بتهرش وبتنزل عسل وطحينة. ولو عملت ليفر فانكشن تيست هلاقي الدايركت التوتال بيلوروبين عالي، والدايركت بيلوروبين عالي، والالكالاين فوسفاتيز عالي، والجاما جي تي عالي. ولو عملت للعيان يورين هلاقي اليورين فيه بيلوروبين وبايل سولتس، ولو عملت له ستول مش هلاقي ستيركو بايلين. وعملت له سونار عشان اشوف الانترا هيباتيك بايل داكت دايليتد ولا لا. لو دايليتد يبقى فيه اكسترا هيباتيك اوبستراكشن، لو مش دايليتد يبقى فيه انترا هيباتيك اوبستراكشن. ممكن اعمل اي ار سي بي او انترا اوبراتيف كولانجيوغرافي، ممكن اعمل هايدا سكان، مستني بقى على الهايدا سكان دي. لكن كل اللي انا قلته واضح؟ كل اللي انا قلته ده موضوع ايه؟ كل اللي انا قلته ده موضوع ايه؟ اوبستراكتيف جوندس. امال هو هيعمل ايه؟ هيقول لي سبب من اسباب الاوبستراكتيف جوندس، هيقول لك ان في اتريزيا في البيلياري تري. والاتريزيا دي بتبقى فين؟ ساعات الاتريزيا دي تبقى في الكومون بايل داكت، وساعات الاتريزيا دي تبقى في الكومون هيباتيك داكت، وساعات الاتريزيا دي يبقى في الكومن بايل داكت والكومن هيباتيك داكت وكله. طب هي عادة فين؟ في كله. يعني هي عادة فين؟ في كله. هو دي اكتر نوع يعني. طب الانواع اللي فيها اتريزيا في الكومن بايل داكت بس او اتريزيا في الكومن هيباتيك داكت علاجها سهل. امال العيال اللي عندها اتريزيا في كله، في كله كده، فالعيال اللي عندها اتريزيا في كله دي علاجها كساي اوبريشن او ليفر ترانسبلانتيشن. هنعرف دلوقتي يعني ايه قصاي، فاهمين على ده؟ فهو الحقيقه انه موضوع خيبان، يعني البيلياري اتريزيا ده موضوع خيبان. It is absence of patent bile duct draining the liver، يعني مفيش bile duct مفتوحه to drain the liver. لعلمك لما اقول لك بيلياري اتريزيا تتخيل انها congenital anomaly، الحقيقه لا. هو البيلياري اتريزيا دي ناس كتير قوي بتقول انه intrauterine viral infection. شوفوا تايب 1 يا ولاد الاتريزيا في الكومن بايل داكت، شوفوا تايب 2 الاتريزيا في الكومن بايل والكومن هيبات، بس في حته مفتوحه الرايت والليفت هيباتيك داكت مفتوحين. تايب 3 كله مقفول، تايب 3 كله مقفول. الباثولوجي يعني هنلاقي ايه؟ هنلاقي البايل داكت مليانه بايل، هنلاقي البايل داكت مليانه بايل وبيلياري سيروزيس. يعني لو خدت ليفر بايوبسي هلاقي بيلياري سيروزيس، وهلاقي البايل داكت مليانه انسبيسيتد بايل. ما البايل متحوش جوه، ما البايل متحوش جوه، فالبايل لان البايل متحوش جوه نشف. البايل داكت مليانه انسبيسيتد بايل وبدات تعمل سيروزيس، بدات تقلب بليفر سيروزيس. ده منظر تاني للانواع، يعني اللي هو تايب 1 اللي فيه اتريزيا في الكومبال داكت، وتايب 2 بس هو قلب تايب 2 نوعين، اتريزيا للكومن هيباتيك داكت واتريزيا في الكومن هيباتيك داكت وكومبايل. بس خلي بالكوا تايب 2 في حته وصل فيها اللي هي الرايت والليفت هيباتيك داكت، اللي فيه مشكله فعلا ومش لاقي حته وصل فيها تايب 3. ده اللي هنتكلم بقى في كساي او ليفر ترانسبلانتيشن، ده اللي هنتكلم فيه في كساي او ليفر ترانسبلانتيشن. يعني البيلياري اتريزيا ده اوبستراكشن للبايل داكت اللي دريننج الليفر. هي في الحقيقه ثلاث انواع، فيهم نوعين حلوين في التصليح لان في حته بره اوصل فيها بس رير. والنوع المنيل اللي كل البايل داكت اللي بره اتريتيك هو اللي كومن. اديكم بريك ولا ما فيش مشكله، يعني لو انتوا عايزين بريك، انا مش عارف انتوا عايزين بريك ليه، بس اديكم بريك حاضر. يعني الساعه دلوقتي 2 الا ربع، صح؟ بتحب البريك قوي؟ ماشي ماشي. الساعة دلوقتي 2 إلا ربع، ناخد بريك يا أولاد لغاية الساعة 2، إيه المشكلة؟ يلا بريك يا أولاد لغاية الساعة 2. إزيك يا أولاد؟ إزيك يا أولاد؟ عاملين إيه؟ إزيك يا سنة؟
يا سارة خالد موجودة؟ سارة خالد موجودة ولا لسه ما رجعتش؟ مش عارف يا سارة، يعني أسئلتك برضو، يعني الأولاني ماشي، الفيميل إبسبيديس دي اللي هو الإكتوبيا فازايكا، الفيميل إبسبيديس دي اللي هي الإكتوبيا فازايكا، ودي رير قوي يعني. ليه الأدرينال انسفيشنسي بيعمل فوميتنج؟ طب ما انت عارفه ان الاديسون كرايسيس بتعمل فوميتنج، يعني الادرينال انسفيشنسي بيعمل فوميتنج، ما الاديسون كرايسيس كلها بتعمل فوميتنج. يعني انا عارف ان انت بتسالي على نون بيليس فوميتنج في انفانت، ريبيتد نون بيليس فوميتنج في انفانت. نون بيليس دي يعني في ديدينال، في بايدوريك اوبستراكشن، في الحمد لله يا غاده، الحمد لله يعني في بايلو، لكن هو الاديسونيان، هي الاديسونيان كرايسيس عاده بتعمل فوميتنج. دو وي افويد، ما حدش يقدر يحط بيتادين على السكروتم، السكروتم هتلتهب، يعني السكروتم دي فيري سنسيتيف فهتلتهب، فلو حط حد حط بيتادين على السكروتم، السكروتم هيلتهب طبعا يعني، فاهمه؟ هشوف انا بقى النقطه الثانيه دي، هو ليه بيسال على الانفانت بالذات، يعني ليه بيسال على الانفانت بالذات؟ مش عارف الحقيقه، هبص عليها. احتمال في سندروم في ادرينال انسفيشنسي وبايلوريك اوبستراكشن في البيدياتريك، يعني احتمال يبقى في سندروم كده في ادرينال انسفيشنسي وبايلوريك اوبستراكشن، احتمال هو بيسال عشان كده، معرفش ما قريتش حاجه كده يعني، هشوف. لكن هو واحد عنده ادرينال انسفيشنسي وعنده فوميتنج، ده وضع طبيعي، ده سونيوم كرايسيس. اوكي الاسئله تمام يا ساره؟ هي في الديفرنشال دايجنوز بتاع الشيبس، ايوه، ما اي ادرينال انسفيشنسي بيعمل فوميتنج، هو البايلوريك اوبستراكشن بيعمل ايه؟ ما هو بيعمل فوميتنج. اي ادرينال انسفيشنسي، اي اديسونيال كرايسيس هيعمل فوميتنج حتى في الاطفال، فهي ديفرنشال دايجنوز للفوميتنج. لكن يا ترى بتعمل بايلوريك اوبستراكشن؟ لا ما اعرفش، هشوف انا في سندروم في ادرينال انسفيشنسي وبايلوريك اوبستراكشن في الاطفال الاثنين، ما اعرفش دي، هبقى ابص عليها يعني، هبص عليها وبقول لك. لكن هي ديفرنشال دايجنوس للفوميتنج، ديفرنشال دايجنوس للفوميتنج. السكروتم لما بنعقمها بسافلون، ما بنقدرش نعقمها بتدين، والا ممكن تلتهب وتعمل اكزيما، السكروتم فيري سنسيتيف سكين. نكمل بقى يا اولاد. دي التايبس بتاعت البيليري اتريزيا دي خدناها. خلي بالكم بقى، هيقعد كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن كلها يلك حوالين الاوبستراكتيف جوندس. يعني مثلا هي جوندس من 2 ل 3 ويكس اوف ايج، وخلي بالكم ده مختلف شويه يا اولاد عن النيونيتال هيباتايتس والفيسيولوجيكال جوندس. دي بدايتها من 2 ل 3 اسابيع وبتزيد، عكس الفيسيولوجيكال جوندس، فيسيولوجيكال جوندس بتقل. لكن دي بعد بتظهر، الولد بيتولد كويس جدا بعد اسبوعين ثلاثه تبدا تظهر. اليورين دارك والستول كلاي والليفر بيعدي بمراحل الليفر سيروزيس، يعني في الاول الليفر نورمال وبعدين يبقى فيه هيباتوميجالي لان البايل داكت مسدوده، فيبقى فيه هيباتوميجالي وبعدين بيلياري سيروزيس شرانك الليفر وسبينينوميجالي من البورتال هايبرتنشن. يعني هي بتعدي بالمراحل اللي بيعدي بيها اي ليفر ديزيز، ان في الاول نورمال بعدين ليفر يكبر وبعدين يبقى شرانكن وفايبروتيك سيروزيس وبعدين بورتال هايبرتنشن يوم السبلين يكبر، بعد شويه هيبقى فيها اسايتس، يعني بعد شويه هيبقى فيها اسايتس. هي نفس الباثوجينيسيس، لو سبت الولا هو بيعدي بنفس المراحل اللي بيعدي بيها اي حد عنده مشاكل في الليفر. طبعا هنعمل له ليفر فانكشن وكل حاجات الجوندس هتبقى موجوده، الدايركت بيلوروبيك توتال بيلوروبين عالي والدايركت بيلوروبين عالي والالكالاين فوسفاتيز والجاما جي تي اللي هو حاجات الاوبستراكتيف جوندس. طبعا هنبدا بالترا ساوند، لو لقيت الانترا هيباتيك بيلاري تري دايليتد يبقى السدد اكسترا هيباتيك، انما لو لقيت الانترا هيباتيك بيلاري تري مش دايليتد يبقى السدد انترا هيباتيك. وده كلام مش جديد، ده كلام مش جديد، يعني احنا بنعمل سونار في اي اوبستراكتيف جوندس ليه؟ بنشوف الانترا هيباتيك بايل داكت، لو لقيت الانترا هيباتيك بايل داكت دايليتد يبقى السدد اكسترا هيباتيك، انما لو لقيت الانترا هيباتيك بايل داكت مش دايليتد يبقى السدد انترا هيباتيك، يبقى السدد انترا هيباتيك.
المعلومة دي عن السونار غريبة يا ولد؟ المعلومة دي عن السونار غريبة؟ جميل. الحاجة التانية بقى، افرض ان عيان انت شاكك انه بيلي رياتريزي تايب 1 في الكومبال ده، وبعدين عملت له سونار لقيت الانترا هيباتيك بايل داكت دايريتد والجول بلادر ديستندد، فاديته لامه ترضعه، راحت الجول بلادر انقبضت، لا يمكن يبقى بيلي رياتريزي، لا يمكن يبقى بيلي رياتريزي. لو جول بلادر انقبضت بالاكل لا يمكن يبقى بيلي رياتريزي، السكه مسدوده هتنقبض تودي البايل فين. فلو جول بلادر انقبضت بالاكل وفضت لا يمكن يبقى بيلي رياتريزي. ادي اول ملحوظه في السونار تخش البيلي رياتريزي. هو في كتاب القصر العيني مش كاتبها، كاتب تو فيجوالايز كونتراكتد جول بلادر وسكت. لا الكلام ده مهم، يعني الكلام ده مهم. انا لو لقيت جول بلادر بتنقبض مع الاكل وتفضي اللي فيها، لا ده مش بيليا رياتريزيا حتى لو الهايدا سكان بوزيتيف، ده مش بيليا رياتريزيا حتى لو الهايدا سكان بوزيتيف. فهمتوا الكلمه اللي مكتوبه دي يا ولاد؟ تو فيجوالايز كونتراكتد جول بلادر، الكلمه مهمه الحقيقه، هو من اطوارها حاططها في وسط الكلام كده. لا الكلام ده مهم طبعا. لو لقيت الجول بلادر موجوده وديستندد وبعد الاكل انقبضت لا يمكن يبقى بيليا رياتريزيا حتى لو الهايدا سكان بوزيتيف. نشوف الحته الثانيه اللي هي راديو نيوكليوتايد سكانينج، اللي هي من الحاجات المهمه قوي في الهايدا سكان. لو انا عملت هايدا سكان للطفل لقيت الليفر ما بانش، يعني عملت ايزوتوب سكانينج للطفل لقيت الليفر ما بانش، يبقى ايه؟ شاطره هيباتال، يبقى ده هيباتايتس ونيونيت، ده نيونيتال هيباتايتس والليفر بايظ عشان كده ما خدش الايزوتوب. طب لو لقيت الليفر باين حلو قوي لكن ما فيش اي انتستين باينه ولا بيلي ريتري باينه، يبقى ده بيلي رياتريزي، لان انا مش شايف اي بيلي ريتري ولا ايزوتوف في الانتستين، يبقى ده بيلي رياتريزي. فاهمين يا رب؟ ولذلك الهايدا سكان حلو قوي في انها تقول لي هو نيونيتال هيباتايتس ولا بيلي رياتريزي. فاهمين يا رب؟ حلو قوي في انها تقول لي هو نيونيتال هيباتايتس ولا بيلي رياتريزي. هو حاطط معلومه كده انا مش يعني مش فاهم هو حاططها ليه؟ حاططها خبص؟ يعني احنا بندي العيال فينوباربيتال يومين ثلاثه كده عشان الميتابوليزم بتاع الليفر ينشط فياخد الايزوتوب، يا ترى هو حاططها عشان ام اس كيو؟ معرفش، انا مش عارف ايه المناسبه. يعني انا دلوقتي هو واحد، احنا ما عندناش في مصر هيدا اصلا، هيدا سكان اصلا، يعني الايزوتوب مش موجود اصلا لانه غالي، فالايزوتوب مش موجود ومراكز الاشعه ما بتعرفش تعمل هيدا سكان. طب انا بعلم طالب بكالوريوس دلوقتي ان الهايدا سكان حلو قوي في التفرقه ما بين النينيتال هيباتايتس والبيلي رياتريزيا. حلو حلو جميل جميل. امال ايه يعني هو ليه عايز حكايه الفينوباربيتال دي؟ احتمال ام اس كيو هي، احتمال القصد بيها ام اس كيو هي، فانا قلت الفت نظركم. يعني طبعا لو الالترا ساوند والهايدا سكان مش قادرين ياخدوا قرار، فالحل الليفر بايوبسي، او الاحلى بقى يا اولاد الاول ان نعمل انترا اوبرتيف كولانجيوجرافي، لانكم الانترا اوبرتيف كولانجيوجرافي الجولد ستاندرد بتاعنا. يعني في البري اوبرتيف احسن حاجه الهايدا سكان، في البوست في الانترا اوبرتيف احسن حاجه انترا اوبرتيف كولانجيوجرافي، والحقيقه ان دي الجولد ستاندرد بتاعنا، يعني الانترا اوبرتيف كولانجيوجرافي دي الجولد ستاندرد بتاعنا. هو مش حاطط الانتر اوبرتيف كولانجيوم، هو مش حاطط، مش مهم، لكن يعني ايه عايزك بس تاخد بالك ان في السونار لو جول بلادر انقبضت بعد الاكل دي مش بيلي رياتريز. في راديو نيوكليوتايد ان احنا بندي يومين ثلاثه الاول فينوباربيتال ننشط الميتابوليزم بتاع الليفر وبعدين نعمل الهايدا سكان، لو الليفر ما بانش خالص تبقى نيونيتال هيباتايتس، لو الليفر خد الايزوتوب وفشل في توصيله للانتستين تبقى دي بيلي رياتريز. التريتمنت طبعا التريتمنت هيفهمني حلو قوي اللي مذاكر باب الجول بلادر، طبعا يعني باب مذاكر باب الجول بلادر والجوندس هيفهمني حلو جدا طبعا. هو انا لو انا عندي حته كومن بايل داكت كده وادي انتستين كده وانا شفت الحته الاتريتك بقى، انا سهل ان اقطع الجوجنوم من هنا واخد الديستال اند دي اطلعها فوق وافتح فتحه جانبيه للديودنم واوصل، يعني يبقى كده. واسمي العمليه دي يا اولاد لما اقطع الحته البايظه واحط الجوجنم كده بنسموها ايه؟
سميها كلوديكو جوجنوستومي رو ان واي. ده عادي يا محمود، كلوديكو جوجنوستومي رو ان واي. طيب افرض ان انا لقيتها تايب 2، تايب 2، وان السدد يا دوب سايب حته من رايت والليفت هيباتيك داكت كده، فرحت واخد لوب من الجوجنم حطه كده رو ان واي. تحب نسمي دي ايه؟ تحب نسمي دي ايه؟ هيباتيكو جوجنوستومي. يعني لو وصلتها بالكومن بال داكت بالكلودوكاس تبقى كلوديكو جوجنوستومي، ولو وصلتها بالكومن هيباتيك داكت هتبقى هيباتيكو جوجنوستومي رو ان واي. وهي الطريقه دي هي طريقه رو، طريقه الدكتور رو كمان على. امال المشكله ان يبقى تايب 3 اللي هو الموست كومن، البايل داكت جوه الليفر مفتوحه بس ما فيش حاجه خالص في الهايلم. فانا هقعد احفر في الهايلم كده لغايه ما الاقي الهايلم ايه، بعد ما اقعد احفر في الليفر كده الاقي فيه بايل بينقط، يبقى وصلت البايل داكت مفتوحه. مفتوحه، شايفين بتنقط ازاي؟ يعني ممكن احط هنا بانيو وانت واقف هنا وبتستحمى بايل. معرفش انا وصلت في التشبيه ولا لا. يعني قعدت احفر في الليفر، احفر في الليفر، حاجه اسمها لورنج اوف هايلر بليت، يعني احفر في الليفر، احفر في الليفر كده لغايه ما لقيت بايل داكت بقى مفتوحه بتنقط بايل. بس حان البايل داكت اللي بتنقط بايل دي صغيره، ما اقدرش اعمل فيها انستموزس، صغيره قوي. فانا هقوم جايب الرولوب كده واخرمه خرم على قد الهايلم اللي بينقط، واخيط الفايبرس تيشو بتاع الهايلم في الخرم ده. يعني زي ما اكون حطيت كيس في الدش، جبت الدش ورحت حاطط فيه كيس، هفتح الانتستن واقوم واخد فتحه الانتستن دي مخيطها في الهايلر بليت، مش في ضغط معينه. الضغطس بقى بتخر جوه الفتحه دي اوكي، لكن انا مخيط على الحروف، مغير مخيط على حروف الهايلر. هي دي كاساي اوبريشن، هي دي كاساي اوبريشن، يقولوا عليها بورتو انتروستومي. هي دي كاساي اوبريشن. فالحقيقه مشكله كاساي ان انا مش مخيط ميكوزا في ميكوزا، يعني مش مخيط ضغط في ضغط، او مخيط ميكوزا بتاع ضغط في الميكوزا بتاعت الانتستين، لا ده انا فاتح خرم في الانتستين الليفر ينقط فيه بس. جدع يا حسن، حله تحت الحنفيه، تمام، حله تحت الحنفيه اللي بتنقط، بس هي دي كاساي. فيبقى انا بتقفل يعني، ولو لقيت ان الكاساي دي بتقفل خلاص ما قداميش الا ليفر ترانسبلانتيشن. لو لقيت ان الكاساي دي فيلد فخلاص انا ما قداميش الا ليفر ترانسبلانتيشن. الحقيقه لو حد فيكم شاطر فهو عارف ان العمليه الوحيده اللي جديده هنا كاساي، لكن الهيباتيكو كلوديكو جنوستومي رو ان واي والهيباتيكو جنوستومي رو ان واي ليه علاقه بفهمك لباب الجول بلادر والجونز، دي ما فيهاش حاجه غريبه. لكن هي فكره كساي اللي خليته يسجل العمليه باسمه، الحركه الصايعه اللي عملها انه قعد يحفر في الليفر، يحفر في الليفر لغايه ما الليفر بدا ينبع بايل، وراح مخيط الفتحه بتاعت الجوجرام في الكبسوله، في الهايلر في الكبسوله، وحط الحله تحت الكسرونه تحت الحنفيه. فاهمين على هي دي فكره كساي كلها. بس هو المشكله ان البايل داكت الرفيعه اللي فاتحه وبتنقط دي ممكن تقفل بالوقت، لو قفلت ما عنديش حل للليفر ترانسبلانتيشن خلاص. يعني لو قفلت ما فيش حل للليفر ترانسبلانتيشن. يا رب يا اولاد تكونوا فهمتوا كساي، لان انا شايف ان البيليا الاتريزيا دي كلها ما فيهاش الا كساي. فهمتها خلاص، هو البيليا الاتريزيا دي موضوع جوندس اصلا. فاهمين على كساي؟ كساي كسرونه. جميل. بعد كده يا ولاد ايه، ما في بقى كلودوكال سيست. هو ايه الفرق بين بيليري اتريزيا وكلودوكال سيست؟ البيليري اتريزيا نيونيتال اوبستراكتيف جوندس، الكلودوكال سيست اوبستراكتيف جوندس ان تشايلد هود. يعني البيليري اتريزيا نيونيتال اوبستراكتيف جوندس، لكن الكلودوكال سيست اوبستراكتيف جوندس ان تشايلد هود، يعني طفل في ابتدائي جاله اوبستراكتيف جوندس. وبعدين الواد عنده سويلنج كده في الرايت هايبوكوندريم بيوجعه، يعني طفل ابتدائي، طفل ابتدائي عنده اوبستراكتيف جوندس، يعني زيتونه خضراء بيهرش وبينزل عسل وطحينه،
كلام بقى الملل اللي انت حافظه، يعني طفل في ابتدائي عنده obstructive jaundice، وايه تاني؟ وعنده ابدومينال ماس. ايه الابدومينال ماس دي؟ السيست. مالها السيست دي؟ بتوجعه بين، اشمعنى؟ ملتهبه من الاستيز. لعلمكم ممكن تلتهب وتتخرم وتعمل بريتونايتس، مش كومن بس كان كده. البوق الاولاني ده مفهوم على ان طفل صغير في ابتدائي عنده obstructive jaundice وعنده ماس، الماس دي السيست، كل دول كان سيست، بتوجعه لانها ملتهبه. يا سيب كنا ممكن تتخرم، ده كلام ريري. في حد عنده مشكله؟ زي البيلير اتريزيا، مرض اكستريم رير. زي البيلير اتريزيا، مرض اكستريم رير. ليه البايل داكت وسع كده؟ ما نعرفش، قد يكون كونجينيتال ويكنس، يعني كونجينيتال ويكنس في البيلير تري، يعني البيلير تري حته ضعيفه فراحت عامله كيس يعني. وفي ناس بتقول لا، ده البنكرياتيك جوس طلعت على البايل داكت وسعتها، يعني البنكرياتيك جوس طلعت على البايل داكت هضمتها ووسعتها. الحقيقه هو مش كاتب في كتاب القصر العيني سيريز، لكن هو كاتب كلمه واحده ان البايل داكت وسعت. احسن بصراحه الثيريز ملهاش اي 30 لازمه يعني. يعني ناس بتقول كونجينيتال ويكنس، وناس بتقول البنكرياتيك سكريشن طلعت على البايل داكت هضمته فوسعت. اشمعنى؟ عشان قبل كده قلنا ان البايل دخل البنكرياس عمل بنكرياتايتس، فدلوقتي احنا طلعنا البايل على البنكرياتيك داكت، البنكرياتيك سكريشن على البايل داكت فوسعتها، هضمتها ووسعتها. كلها افلام. سؤال جاي، طب هو العيال دي احنا هنعالجها؟ اه طبعا، البايل اللي جوه ده في ستيزيس ان سبيسيتد بايل، هيعمل ستونز وهيعمل اسينيك كولانجايتس وهيبوظ الليفر. يعني البايل ده في ستيزيس، فان سبيسيتد نشف هيعمل ستونز وهيعمل اسينيك كولانجايتس هيبوظ الليفر، فلازم هعالج الواد. تاني حاجه، الكولانجيو كارسينوما احتمال وارد ان الكولودوكال سيست دي تعمل كولانجيو كارسينوما، ولذلك لازم هعالج الواد. هعالجه ازاي؟ هي سيست فين؟ هعمل كولوديك، هشيلها واعمل كولوديك وجوزينوستومي، ولا هيباتيكو جوزينوستومي؟ يا ترى هعمل كولوديكو ولا هعمل هيباتيكو؟ ولا السيست ماليه الليفر فهعمل ليفر ترانسبلانتيشن؟ يعني لو السيست الانترا هيباتيك بيلياتري افكتد ومليان سيستس كده، فانا هعمل ليفر ترانسبلانتيشن. يعني هعمل ايه اذا كانت الاكياس مأثره على البايل داكت اللي جوه الليفر، فالبايل داكت اللي جوه الليفر دايليتد، خلاص هعمل ليفر ترانسبلانتيشن. امال فين الحته الصعبه؟ طب انا هقول لكم حاجه، افرض قلت لك ايه انفستيجيشن؟ هتبدا بيورين بليفر فانكشن ويورين وستول، فالليفر فانكشن هيطلع التوتال بيلروبين عالي والدايركت بيلروبين عالي والالكالاين فوسفاتيز عالي والجاماجيتي عالي، وهنلاقي اليورين مليان دايركت بيلروبين والستول كلاي ومفهوش ستيركوبايلين. ولو عملت سونار هعرف المشكله السيست فين، يعني السيست جوه الليفر ولا بره الليفر ولا جوه الليفر وبره الليفر، يعني السيست فين، يعني الدايلاتيشن فين. والسونار يقدر يشوف الحكايه دي والعيل في بطن امه، يعني السونار يقدر يتعرف على السيستس دي والواد في بطن امه اصلا. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل هايدا سكان، ممكن نعمل اي ار سي بي، ممكن نعمل انترا اوبرتيف كولانجيوجرافي، وده الجولد ستاندرد بتاعنا برضه. يعني ممكن اعمل اي ار سي بي، ممكن اعمل انترا اوبرتيف كولانجيوجرافي. هنعالجه ازاي؟ عادي، يعني زي البيليري، زي اي حاجه في البيليري. هنعالجه ازاي؟ زي اي حاجه في البيليري. فين الكلام؟ يعني تعالوا ندور كده نشوف ايه ينفع ام سي كيو، يعني شوف كده ينفع ايه يعمل لي كده ازاي. لما بيحصل ستيزيس يا يارا، لما بيحصل ستيزيس في البايل داكت، البايل بيبقى انسبيسيتد ويعمل ستونز. لما يحصل ستيزيس يمكن انسبيسيتد اللي فيها مشكله، نشف البايل، نشف وفرول وعمل حصوات نتيجه الستيزيس. لما البايل داكت وسعت عمل ستيزيس، فالبايل نشف وفرول وعمل حصوات وعمل اسينين كولانجيتس، ممكن يعمل اسينين كولانجيتس. تمام يا يارا؟ تمام. طب تعالوا كده ايه، نحاول ندور على ام اس كيو هاي اهي. التايبس، ادي اول ام اس كيو هاي، يقول لك تايب 1 تايب 2
تايب 1 يعني في دايلاتيشن في البايل داكت، فيوزيفورم دايلاتيشن كده. تايب 2 دي اوت باوش زي دايفرتيكلم في البايل داكت. تايب 3 الامبولا فتر وسعت، يعني الامبولا كبرت، الامبولا كبرت. تايب 4 كله دايليتد انتر هيباتيك واكسترا هيباتيك. تايب 5 انتر هيباتيك بس، وده اسمه كارولي ديزيز. يعني ممكن يقول لي از ريجارد كارولي ديزيز all of the following is true except ان في دايلاتيشن في يوزيفورم دايلاتيشن في البايل داكت، ان في اوت باوش دايلاتيشن من كومن بايل داكت، ان التيرمينيشن بتاع الكومن بايل داكت عمل كلودوكو سيل، يعني الامبولا كبرت، يعني الكلام ده بالانجليزي يعني الامبولا كبرت، عمل كلودوكو سيل او انترا هيباتيك بيريا دايلاتيشن with extra hepatic bilateral dilatation او intra hepatic bilateral dilatation with no extra hepatic bilateral dilatation. طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ان الحاجه ليها اسم كارولي ديزيز، ادي ام اس كيو اهي اهي التايبس. طب واللي خلى التايبس ده ليه قيمه ممكن يجي في الام اس كيو؟ كارولي. فهمتوني ولا؟ جميل. الحته الثانيه انه يجيب لك طفل صغير في ابتدائي عنده اوبستراكتيف جوندس وعنده جوندس وبين وماس. طفل في ابتدائي عنده ترياد جوندس وماس وبين، جوه طفل في ابتدائي، طفل ابتدائي جوندس وماس وبين، ممكن تتوقع ايه يعني؟ خلاص هيحط كلودوكال سيستم. فاهمين ولا؟ ادي تاني كلمه ممكن يروح عليها في الام اس كيو. الحقيقه الهايدا سكان والسي تي سكان والاندوسكو والاي ار سي بي والاوبراتيف كولانجيوجرافي ده الجولد ستاندرد بتاع الاوبراتيف كولانجيوجرافي او الالترا ساوند، وممكن تو ديتكت السيست والواد لسه في بطن امه، يعني الالترا ساوند ممكن تو ديتكت السيست والواد لسه في بطن امه. سواء يعني انا مش لاقي حاجه معينه ممكن يعملها في الام اس كيو، يعني الكلام كله كلام اهبل يعني، يعني اي طالب حتى لو مخيمر يعرف. هنعمل ايه؟ هنعمل اكسجين ورو ان واي، هنعمل اكسجين ورو لو. ولذلك هو ما قدرش يعمل حاجه في التريتمنت، مش غريب التريتمنت عادي يعني. فاهمين ولا؟ هو مش كاتب حتى ان كولانجيو كارسينوما ممكن تعمل الكلودوكال سيست تعمل كولانجيو كارسينوما، ودي حقيقه، دي من ضمن اسباب الكولانجيو كارسينوما، هو مش كاتبها، فهيجيبها في الام اس كيو ايه يعني. ولكن طبعا مكتوبه فين؟ مكتوبه في كتاب الاسم في البري في البيدياتريك. خلاص تبقى تيجي يعني، هي مكتوبه في باب الجول بلادر ان واحده من اسباب الكولانجيو كارسينوما الكلودوكال سيست. عشان كده احنا بنبقى حريصين على ان احنا نشيل الحته البايظه مش نصلحها، يعني احنا ممكن نصلحها ونقيفها والحته الواسعه دي نشيل الحته الواسعه ونخيط وبتاع، وممكن دي واحده من اللاينز اوف تريتمنت، بس عيبها ان انت بتسيب الحته الدايليتد اللي ممكن يحصل فيها كولانجيو كارسينوما. يعني دي لاين اوف تريتمنت، هي دي لاين اوف تريتمنت موجود، بس اللي ضده انها ممكن تعمل كولانجيو كارسينوما، عشان كده بيفضلوا دايما يسيبوا الحته الواسعه ويحطوا الرولو. فاهمين على ده؟ لا. سيستيك داكت انومالي، يعني حته السيستيك داكت انومالي احنا مخلصينها اصلا في باب الجول بلادر. يعني انا قايل لكم باب الجول بلادر ممكن مثلا سيستيك داكت الجول بلادر تبقى سيسايل، ما فيش سيستيك داكت، وساعتها وانت بتشد عليها عشان تربط هتربط تكون بلدر اكيد، يعني انت بتدور على سيستيك داكت هي مش موجوده، فوانت بتشد عليها هتيجي معاك الكومن بايل داكت تعمل السبعه المشهوره دي تقوم رابط تكون بلدر. ممكن حاجه تاني، ممكن من الانوماليز ان يبقى السيستيك داكت طويلة قوي وفتحة تحت قوي. يعني الحقيقة كانوا يعلمونا زمان واحنا صغيرين لما ان انت تمشي مع السيستيك داكت لغاية ما تربطها وهي داخلة في الكومون بايل داكت او في الكومون هيباتيك داكت، يقول لك لو انت ربطتها من هنا وسبت لونج ستامب ممكن تعمل بوست كولي سيستيكتومي سندروم. يعني ايه؟ يعني تفضل الاعراض لان دي ملتهبة، دي ملتهبة، فتفضل العانة بتشتكي حتى بعد العملية. الكلام الجديد ان ده غلط، وان انت ممكن تربطها وتقص وسيب الحته الطويله دي لو لقيتها سيبها ما تمشيش وراها يعني، وان ده مش عامل بوست كل ستيكتوم سندروم. فدي مثلا مشكله ساعات كانوا يقولوا لنا انت عارفين السيستيك داكت
ممكن ايه كده وتلف وتيجي من ورا الكومبال داكت وتقوم من ورا الكومبال هيباتيك داكت وتفتح كده، يعني تبقى له انسرشن وعلى الناحية التانية. يعني كلام كله شبه اللاتا والعزى وايه وهبل. يعني في مثلا برضو من الحاجات الرخمة ان انت تلاقي السيستيك داكت فاتحة في الرايت هيباتيك داكت وانت مش فاهم هو في ايه يعني. فانت لو الداكت السيستيك داكت بتبقى قصيرة قوي وفاتحة في الرايت هيباتيك داكت، فلما بتشد عليها بتربط الرايت هيباتيك داكت برضو. فدي حاجة من الحاجات اللي تخليك تعور الرايت هيباتيك داكت. عشان كده دايما في العمليات لو انت مش متأكد من اناتومي اقف واعمل انترا اوبراتيف كرانجيوجرافي. لو انت مش متاكد من اناتومي اللي قدامك اقف عشان ما تعورش حاجه. اللو انسيرشن يا مروان ان السيستيك داكت فاتحه تحت قوي، يعني الكومن هيباتيك داكت بقت طويله والكومن بال داكت قصيره. يعني الكومن هيباتيك داكت بقت طويله قوي والكومن بال داكت بقت قصيره قوي. فانت لما تيجي تعمل كل ستيكتم تربطها وتقص، فانت سايب ستامب، يعني المنظر عامل كده. فانت سايب ستامب طويله. فكان يقولوا لنا الاسطمبة الطويلة دي ممكن الأعراض تفضل موجودة حتى لما تعالج العيان، الأعراض تفضل موجودة. تعمل حاجة اسمها بوست كول ستيكتومي سيندروم، بس الكلام ده لو لا ما بتعملش. لا 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 لا، الانتر اوبراتيف كولانجيوجرافي بره روتين احنا عندنا. لا يعني هم بره بيقول لك كل حالة تعملها كول ستيكتومي اعمل لها انتر اوبراتيف كولانجيوجرافي، لان 10% من العيانين اللي انت بتعمل لهم كول ستيكتومي ممكن يكون عندهم ميس دي ستون. احنا عندنا لا، لا بنعمل كوليستكت ونتوكل على الله ولا اي حاجه. لا بنعمل انتر اوبتيف كولانجيوجرافي لو شكيت في النورمال اناتومي. عشان كده احسن حاجه بقى لو شكيت في النورمال اناتومي اقف خليك زي الكتاب. شكيت في النورمال اناتومي اقف خليك زي الكتاب وتعمل انتر اوبتيف كولانجيوجرافي وتجيب بقى بتاع الاشعه اوضه العمليات ويتنططوا وتتقلب اوضه العمليات كلها، بس انا مش هشيل المراره دي لما اتاكد من الاناتومي. جات لنا في الراوند عندها بوست كوليستيكتومي باي لي. طب ويعني ويعني عبد الله، يعني الجراح اللي عملها عور ال يا اما السيستيك داكت فكت يا اما الجراح اللي عملها عور الكومن بايل داكت. مش كومن يا عبد الله، مش كومن. بس ما فيش جراحه من غير كومبليكيشن. يعني من وانت صغير وانت بتعمل مرارات وانت بتعمل مرارات، ازاي انت هتعمل المرارات دي كلها من غير ما ولا مره تعور بايل داكت؟ ازاي يعني؟ مفيش جراحه من غير كومبليكيشن. ولكن الجراح الشاطر اللي يتعرف على المشكله اللي حصلت ويتعامل معاها، يعني ما يقفلش بطن العيان. هو لقى نفسه غلط يتعامل مع الغلطه ويعمل رولوك جوه العمليات ويخلصها دلوقتي. لكن فكره ان البايل داكت بتتعور في العمليات، ايوه هتحصل مع كل جراح مره كده ولا حاجه، لازم في سلسله تعليمه يعني. فاهمينها؟ لا دي الانوماليز بتاعت السيستيك داكت اعتقد ان انا قلتها كلها. يعني هيبدا يتكلم بقى عن الانومالي في الهيباتيك ارتريز والسيستيك ارتريز. الحقيقه ان السيستيك ارتري ده كله انومالي، يعني السيستيك ارتري ده كله انومالي. يعني مثلا بص يا هو السيستيك ارتري النورمال ان بيجي من رايت هيباتيك كده، ممكن يجي من رايت هيباتيك عالي قوي، يعني ممكن يجي من رايت هيباتيك عالي قوي زي كده. فتقعد انت تشرح هنا يا اولاد مش لاقي حاجه، هو عالي فوق وبعدين انت مش لاقي حاجه، فبتقوم حاطط كليبساتك على السيستك ضغط وقاصص وتيجي تشيل المراره يقوم تخر الدم، لان انت فعلا ما ربطش السيستك ارتر لانه كان عالي قوي وانت ما شفتوش. من الحاجات الظريفه فيه ان ساعات يبقى واطي قوي، واطي ابن كلب، يعني تقعد تشرح الترانجل في كلوه كله ما انت شايف حاجه، تربط السيستك ضغط وتقص يتقطع منك لانه واطي جدا تحت السيستك ضغط. ساعات كده، بس هو ميزه السيستك ارتر انه صغير، حتى لو اتقطع ما فيش مشكله، بنكوي كاويه صغيره وخلاص مش مهم حتى تربطه. يعني ده اند ارتري وصغير، بس هو حركات وسخه كتير، يعني ممكن يطلع من الرايت هيباتيك ارتري عالي قوي فما تاخدش بالك وانت عمال تشرح في الفراغ بتاع الترانجل في كالو. ممكن يطلع واطي قوي برضو تغلط ما تشوفوش، يعني ممكن تلاقي اتنين، فلما بيبقى اتنين قدامك انت بتبقى بتقول يا رب تطلع دي كونجينيتال انومالي اللي هو الدبل سيستيك ارتري، ده مش الرايت هيباتيك. بس هو الرايت هيباتيك بيبقى كبيره، لا
القاعده there is no large cystic artery. There is no large cystic artery. Cystic arteries كلها صغيره. ممكن مثلا تلاقي السيستيك ارتري جاي من الليفت برانش بتاع هيباتيك ارتري، بس دي ما بتفرقش قوي لان انت بتشرح الترانجل في كالوب بتربطه وتقصه وانت مش واخد بالك هو جاي منين، فدي ما بتفرقش قوي يعني. ممكن زي ما انتم شايفين السيستيك ارتري يبقى جاي من جاسترودينال ارتري، بس مش هتفرق لان انت بتربطه وتقصه انت مش عارف هو جاي منين، بس انت بتربطه وتقصه تكوين اي حاجه ما بتفرقش. فاهمين على ده؟ فالحقيقه ان السيستيك ارتري ده ايه مشاكله يعني مش كتير قوي. المشاكل ممكن تظهر من الهيباتيك ارتري، ان ساعات الرايت برانش بتاع الهيباتيك ارتري يجي مش من كومن هيباتيك، الليفت برانش بتاع الهيباتيك ارتري مش من كومن هيباتيك. يعني مثلا ممكن تلاقي الليفت برانش بتاع الهيباتيك ارتري جاي من ليفت جاستريك، يعني مثلا ايه الرايت هيباتيك ارتري يكون جاي من السوبيري ميزنتري. فاهمين على ده؟ مثلا الليفت هيباتيك ارتري يبقى جاي من ليفت جاستريك، الليفت هيباتيك ارتري يبقى جاي من ليفت جاستريك. ارتر الزياده، فوجود ارترز كتير في الفيلد بتلخبط الجراح ساعات يعني. فاهمين على ده؟ ممكن كاتر بيلر انومالي، وانا قلت لكم على الكاتر بيلر انومالي دي، فاكرين يا اولاد المونيهان هامب او كاتر بيلر انومالي، يعني حاجات حتى احفظها وخلاص يعني لو حبيت يعني. وناخد واحد نعيما. البيدياتريك سيرجري يا اولاد جميل، البيدياتريك سيرجري جميل ولا جميل صح؟ اطفال احباب الله. والله يا يارا ما نذكريش بعصبيه يعني، ذكريه بقلب مفتوح كده، ما نذكريش بعصبيه يعني. انا شايف ان الحته الوحيده اللي صعبه في البيدياتريك سيرجري هي الامبرفورت انس، ولا انا اتهيأ؟ هو في حته صعبه يا اولاد في البيدياتريك غير الامبرفورت انس؟ الروتيشن؟ ما الروتيشن دي اصلها سلمى كلها كلام فاضي، ام سي كيوهات. يعني ان انت تعرفي ان الدي جي فليكشر جنب السيكم والروت اوف ميزنتري نارو فتلف، الحل ان ابعدهم عن بعض. وحسن قال طريقه الكهربائي، بس هو دي هي دي الروتيشن، هي دي الروتيشن. سهل قوي. هناخد وقت قد ايه في البرياتريك؟ مش عارف يا ابرار والله، بس اعتقد البرياتريك مش كبير، ساعه كده يعني. انا ما اعرفش هما كاتبين في ايه، بس هتلاقي كاتبين في كلام يعني اكيد كلام مش يعني. كنت برياتريك طول عمري بشرحه في نص ساعه مثلا، فما ما اعتقدش ان حتى لو هما كاتبين في كلام اكتر شويه ياخد اكتر من ساعه. هو ايه ده؟ انو شابتر الاحتمال ريتي البيدياتريك؟ لا، هم قالوا ان البيدياتريك سبيشال، هم قالوا السبيشالات ام اس كيو. بوك كان اي فايند بارياتريك، هتلاقيه اندرو في كتاب الجي اي تي بعد الاستومك، هتلاقيه في البارياتريك، هتلاقيه في كتاب الجي اي تي بعد الاستومك. قالوا البارياتريك، قالوا البيدياتريك بالذات ريتن، خلاص هم قالوا البيدياتريك ريتن، يبقى البيدياتريك ريتن. يا ريت البيدياتريك يبقى ريتن. انت عارفه لو البيدياتريك جه ريتن كوتشن، انت عارف الموضوعات اللي هتيجي، هيجي يا اما انسسبشن، يا اما امبرفورت انس، يا اما هيرش سبرانج، يا اما اسوفيجال اتريزيا، يا اما شيبس. خمس موضوعات بس خلاص. يا ريت يجي ريتن، يا ريت يشيلوه من الام اس كيو. تعرفين لو شالوه من الام اس كيو هتلاقي كل الزباله بقى المروتيشنز بالحاجات الصغيره دي كلها راحت. فاهمين؟ يا ريت يجي ام اس كيو، تيجي ريتن. هو قالوا يا اولاد ان البيدياتريك ريتن عندكم؟ خلاص ما تخافوش، لو ريتنا يا اولاد ذاكروا الخمس موضوعات دي، الاسوفيجيال اتريزيا، الشيبس، الهيرش سبرانج، الامبرفورت انس، الاكزومفلس. خلاص عايزين، هم عايزين ايه تاني؟ ده فراجماتيك هيرنيا برضو بصراحه صعب يا يارا تيجي ريتن. بص هي سهله، ما تيجي هي سهله قوي، هي مالجيجني وبوجدلك، يعني مالجيجني وبوجدلك وفنتريشن اوف دافراج من الخرم قدام، مرجدني الخرم ورا، بوجدلك وحته ضعيفه بس يبقى فنتريشن اوف دافراج. هي سهله قوي بس انا متهيألي صعب. يعني اللي يجي ريتن اولاد اكزونفلس او سوفيجيال اتريزيا او شيبس او انسسبشن او هيرش سبرانج او امبرفورت انس، استاتستيكالي اول واحد نمره واحد شيبس، ده نمره واحد
وبلا منازع. تاني واحد statistically يبقى الانسسبشن. تاني واحد statistically في الانسيدنس بتاع نزوله في الامتحان يبقى الانسسبشن، برايمري انسسبشن. تالت واحد الهيرش سبرانج. وبعدين لو حب بقى يرمي جتته عليكم، يعني انا وجهة نظري قل ادبه يعني، ويرمي جتته عليكم، هتبقى اكزومفلس او اسوفيجيال اتريزيا، اكزومفلس او اسوفيجيال اتريزيا. انما يعني هي دي statistically، هي دي الموضوع. امبرفروت ايناس لو جابه يبقى واطي قوي يا بنت، لان الموضوع صعب، لو حد قراه مش هيفهمه. يعني امبرفروت ايناس بالذات لو حد قراه يا اولاد كده لوحده، لا صعب يفهمه قوي، حرام ده بيعذب الطالب يعني. الشابتر خلص بس هتلاقوا الحاجات بقى اللي هي المكونيوم ايلياس، المروتيشنز، الحتت اللي هي مضايقاكوا دي كلها راحت. يلا ربنا يصلح لكم الحال يا اولاد. هو احنا ايه، هنشتغل الساعه كام؟ هنشتغل الساعه 3. يلا ريحوا شويه كده يا اولاد، ال10 دقايق دول، ونشتغل الساعة 3 إن شاء الله البرياتريك. على فكرة أنا بكرة الغالب إن أنا هعمل نفس الحركة، يعني احتمال أديكوا العظم العظم وبينهما التستس، يعني العظم مثلا أديكوا وبعدين التست بقيت التستس، وبعديها العظم بتاع عين شمس، بواقي العظم بتاع عين شمس، فأخلص من بواقي العظم واليورولوجي بكرة، يعني بكرة ننهي بواقي العظم واليورولوجي. ماشي يا أولاد؟ عشان نفرغ دماغنا بقى للإيه؟ للنيورو. كول؟ كول. يلا نعيمة.